الوحش الفدان هيعمل ايه يا ناس يا فندي؟ ده ابو العينين دي صاحب الاطياف اللي جارني نزل المواطنين بتوعه السجن في الفدان. ابو العينين بيقف عاديته 22 فدان، انت مأجر من سعاده الباشا 650 فدان حته واحده. يا ناس يا فندي، القلب على القلب رحمي، والجوفه لما يكون لها ودنين يشيلوها اتنين، انا شايلها من ودن خلي سعاده الباشا يشيل من ودن الثاني. ودن ايه؟ هم مناخير ايه؟ ده جوحة مالو الراضة وقوم تسأله وتقول يا جوحي. وبعدين يعني انا فاضي عشان اسمع حكاية جوحة ولا اشوف الشغل اللي ورايا؟ يا شيخ متولي انا ما فيش في ايدي حاجة، روح شوف لك وصفة ولا حيل على الباشا حد. نعم نعم يا سيدي. ايه تاني؟ الخواجة الطويل بتاع الموبيليا الكاونتي قعدوا في الصالون استنى سعادة الباشا. الصالون اتزحم قوي، في 18 قبل منه قاعدين يستنوا سعادة الباشا. ما ان شاء الله يكونوا 100، هعمل له ايه يقعد يستنى؟ يا ناشي يا فندم اديني كلمة بقى وانهيني، انا رجل نشف. وبعدين معاك يا عم الشيخ متولي، قلت لك انا مفيش في ايدي حاجة، انا هنا مستخدم. ايه العفو ما تقولش كده؟ الله، ما قلت كده ازاي؟ هو كده ده انت الخير والبركة، ده انت الرشد الكبير يا سعادة الباشا حلة، وانت مغرفيتها. ان ما كانش اللي زيك هو اللي ينصفني، امال هشتكي لمين؟ ده جوع مرة. سيدتي وسادتي، نود أن نوجه عنايتكم إلى أن هذه المسرحية باللونين الأبيض والأسود. المغرب يا ناجي لفندي. مين يا فندم؟ سعادة الباشا؟ لا يا فندم، سعادة الباشا مش موجود، أنا افتكرت سعادة الباشا. بعد صلاة المغرب يا ناجي لفندي. مين يا فندم؟ ها؟ حاضر. الإيه؟ فتح الله إيه؟ الجاموسي؟ الناموسي؟ يا فندم اتهجاها مانيش فاهم. آه، بالدهان. حاضر على عيني. بعد صلاة المغرب يا ناجي لفندي. طيب خلاص فهمت يا اخي، مع السلامة. ما تتخلفش كده امار، الواحد يطول باله. ده جوحة مرة تلموا عليه جماعة رجل حد تصوروا دم بالولي يا جوحي. الله يقطع جوحة وسنين جوحة يا راجل ميز، مش عارف اشوف شغلي. مع السلامة. ما تشوف شغلك وانا عايشك. عيشة باكستان يا اخواتي. هنلاقيها منين ولا منين ولا منين؟ حبوط عليك. ايوه خلاص فهمت، بعد صلاه المغرب. والله ما صايد ايه دي؟ بعد صلاه المغرب يا ناس. خيلتوني مش عارفين نشتغل منكم ولا منهم. ده يسير ابو الدهب وده ايه ده كمان؟ يقول معاه جواب الست هاني معوزي قابل جنابه. ينيل ايه بجنابه؟ ما قاليش يا ناشد افندي. جنسه ايه؟ راجل من كسر باين عليه مش قد كده. ما اعرفوش، وزعه. ما انا حبيت في الاول اوزعه لكن نادي. الله سيبه ينفلق. ينفلق؟ انا مش فاهم بيت ولا الشنطه ولا محط السكة عديد ده. ازاي مش موجوده؟ سيع خبر من فضلك لشريفة هانم، قول لها عدلات جت. الست هانم مش موجودة يا ست هانم. ايه وانتوا كلكوا كدابين كده؟ ما خرجتش موجودة. انا برضو ابقى في بيتي والخدامين يحلفوا للناس اني مش موجودة، لكن لناس ناس. والله يا ست هانم والله عدلات، يا لما تسمع عدلات هتطلع ما خرجتش. اديها خبر ازاي؟ روح اديها خبر. اديها خبر ازاي يا ست هانم وهي مش موجوده؟ ما تنرفزنيش، ما تضايقنيش، اديها خبر وخلاص. والله العظيم، والله امتص في حباب عينيا، ولا اكون جلست بكره الصبح خرجت يا ست هانم. ازاي اكون مفرقاها بقالي 4 سنين؟ جايه النهارده الصبح من السودان، كلمتها من السكه الحديد، بقت تكلمني في التليفون، تبوس التليفون وتحضن التليفون وعاوزه تشوفني حالا. وبالعافيه لما صبرتها لحد الساعه 5 ادي دلوقتي تطلع. تطلع خرجت يا ستان. ايه بس مهدا الحال هنا كده؟ بيت هرجله، نظام بايظ. واتني برضه شريف هانم، هي شريف هانم ما اتغيرتش. ايه الهرجله بتاعت المواعيد والافكار الطياري دي؟ واقع من حق صحتها. ازاي صحتها؟ تخنت؟ رفعت؟ قولي خلفت كام؟ ما خلفتش يا ستان. الله، ازاي ما خلفتش؟ شريفة هانم ما خلفتش؟ ما خلفتش يا ستان، والله العظيم ما خلفتش. هرجلت ايه دي؟
ستات اهدن. انا راجعة بعد نص ساعة. تدي مواعيد ما تجيش تجوز راجل ما تخلفش. قول لها عضلات افتكر الاسم. بقول لها ايه؟ عضلات. عضلات. ايوه افتكرت. عضلات. ايوه افتكرت. عضلات جاتك نيلها. ايوه. معمولين ازاي دول؟ ناس ايه دول؟ ازاي خلفت وازاي ما خلفتش؟ واحده مش عايزه تخلف. العافيه. تخرت رفعت ولا مسك لها مزان. اما يا اخواتي جنس عالم. يبقى انا رايح فين؟ تعالى هنا. انت مالك انت؟ ايه اللي انا مالي؟ انت مالك؟ سيبوا يا حسن البوش مش غريب. سيبوا يا حسن البوش مش غريب. ده تكنيلة يا حسن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازي الصحه؟ اهلا اهلا. ازي سعاده الباشا؟ عال بخير. صحته اشيته؟ عال خالص الحمد لله. الحمد لله. عملت ايه يا بوش؟ اطمن كل خير. الحته كلها ويانا. انا دلوقتي تحت ايدي لغايه دلوقتي يجي 36 صوت من هنا والشفا على صحه سعاده الباشا. اسكت. اما حصل معايا امبارح حته فصل. ايه؟ الاقسام مش هيعولي؟ اقسام؟ ايش بدلها جرس اللي بيزاحم ساعه الباشا في الدايره بتاعته. ايوه. بقى طرايلي 30 مرساه. هاتولي البوشي جيبوا للبوشي، هاتولي البوشي جيبوا للبوشي، راح البوشي. وعمل ايه البوشي؟ استقبلت ايه وملطفت ايه وندمت ايه؟ وقال السنة يا بوشي وشرفتنا يا بوشي. وقهوه بالموارد ايه وسجاير زنوبيه ايه؟ تدي ناس صوتك يا بوشي. اقول لك الحق الحد دي اتخذت انا بالغضب. ازاي يا خبر اسود؟ ازاي صوت؟ عايز اخد صوت انا دي صوت الهجراتي؟ ليه بهجت باشا مات؟ بهجت باشا اندفن؟ طيب وطي صوتك. رفضت يعني؟ رفضت ده انا ردحت له. انا عملت له 10 بيرش. دورت كده من سكات ولا ايد ولا قد وشويه وبصيت لقيت اللي بيخرفش في ايد. اقول لك الحق قمت منصور. ايه عقربه؟ عقربه ايه؟ امال ايه؟ ورقه من ذات الخمسه. دي ليه؟ امال يعني خمسه سبع؟ هو عارفهم كده ولا اشهر بوشي؟ انا حدفتها على طول دراعي. انا ادي صوتي للهجراسي بخمسه جنيه؟ ليه جننت؟ اكل بعقلي حلاوه؟ لا طبعا. احنا نعرف ندي اصواتنا لمين؟ لمن سوف يمليها علينا ضمائرنا وبس. هدي صوت اللي جرس بخمسة جنيه؟ ايوه خمسة جنيه يعني ايه؟ ليه كروديا؟ لا. حد يعرف قيمة الأصوات زي سعادة الباشا؟ ضروري أنا حاب أقوله على الحكاية دي. القهوة وحق من خلقك جابوها لنا بالموارد. أيوه. السجاير الزنوبيا السيجارة طول كده. يا سلام. أنا هدي صوت اللي جرس بخمسة جنيه؟ ليه؟ ما عنديش دم؟ ما عنديش ضمير؟ اخلي بحقوق الوطن؟ اودي وشي فين من اهل الحته؟ يقولوا عليا ايه في صفحات التاريخ؟ ما تنساش تبقى تفهموا الحكايه اللي كانت بتخرفش فيها. ايوه ايوه ساعات الباشا كله نقص. يبقى تفوت عليا اول الشهر. لا مش الغرض. ده بعض وما فيش فرق بيننا وبين بعض. انما اقول لي اول الشهر الصبح ولا بعد الظهر؟ هبقى ابعت لك. السلام عليكم. سلام يا بوش. انا دي صوت اللي هيجيب لك 5 جنيه. ده احنا نلحق البلاط والضحيه المبادئ. ما شاء الله ما شاء الله على عينات الناخبين. خايف من التاريخ بيتهيأله مفاتيح البرلمان في جيبه. والاخر سعاده الباشا فاضل مشاريع بتاعته ولا الانتخابات ولا الاهل ولا الاهل. مش باقي تترجعيه على المحل. كنت عامل ايه؟ بس هي كمان اما شو نزلت من نهارك سعيد قبل في حدا في الصالون؟ ايوه استنى في 22 واحد مستنيين سعاده الباشا. 22 واحد مستنيين الباشا؟ ايه قرصه جيش؟ افتح لي الفيموار. في جماعه خواجات بتوع جرايد افرنجي. ما شاء الله شيء جميل. والحمام والمطبخ اوضه النوم بتاعتي مش حاطين فيه قد 40 50 نفر؟ يا ناس يا مجانين يا ملاحيس انا مش عارف اقول لكم ايه. علي نعم. طلعي المظيف فوق. ما تصدقيش المظيف جاي لك حالا. على مهلك يعني خدي راحتك. 22 نفر؟ أيوة. حد يصدق دي؟ وعايزين منه ايه كل دول؟ اعمال يا ست هاني مشاريع.
اصل سعاده الباشا شعلة نشاط. ولزومه ايه النشاط ده؟ راجل صاحب نص مليون جنيه يقدر يعيش من ايراد سلطان زمانه. ماله هو مال اعمال والانتخابات يبهدل نفسه وينسيتم في الجرايد اشكال والوان وبعدها فلوس وعلى شويه ناس يضحكوا عليه. اصل سعاده الباشا من مبدأه ما يحبش يترك الاموال نايمه. يا سيدي نام وياه يجرى ايه؟ مش احسن ما يصحيها وطير لنا 200,000 جنيه في الاربع سنين اللي فاتوا؟ صحيح ربنا خلق ناس بيشتروا التعب بفلوس. يا سيد شهاب. ايه في ايه؟ صاحب الكرسي ده بيدح قوي عشان يقابل حضرتك. ده يسير ابو الدهب خد. ده بيهم صفيح ايه؟ انا ما اعرفوش ده. ست هانم ده بقاله اربع ساعات مرصص هنا شيع لي الكارت بتاعه فوق عن 18 مره دلوقتي. وده شكله ايه ده؟ والله يا ست هانم نص لبه كده. لازم طالب مساعده اديله يلا وزعه يلا. يلا. افندم يا مجنون. فلوزك؟ انت كارت الفلوزك دي؟ كتير يا مدموزيل كتير. وليه تاكل حاجات وحشة زي دي يا ناسي دفاني؟ انت مش خايف على معدتك؟ اخاف على معدتي يا ست هانم من البلوزة. بلوزة؟ اي نعم فلوزك هي البلوزة. باني لغة دي بالعربي؟ اي نعم يا ست هانم بالعربي. لا انا متهيألي حاجة راحتها وحشة. طبق لو قال لي النهاردة هنعمل فلوزك لازم اكرشه. بلوزة. ولما انتصر الجنود في حرب غرناطة امر القائد لكل جندي بخلعة ثانية ومد لهم سماطا من ملذ وطاب وكان الفلوزة مسك الكتاب. وسماطا ده يطلع ايه كمان؟ لازم سميت يا طن. سميت؟ مجانين العساكر دول. الناس تاكل سميت وبيض سميت وجبنة ياكلوا هم سميت وبلوزة. سماطر يا ست هانم مش سميط. امال ايه؟ حاجه من المصمط يعني؟ لا يا ست هانم سماطر يعني السفره. ايه يا اختي الكلام الفارغ ده؟ ده احنا بنتغدى ونتعشى على السماط باللغه الفصحى. اي نعم يا ست هانم. لا انا ما احبش ابدا اكل باللغه الفصحى دي. ومع ذلك تعالي احكي لي سماط ايه وفلوزك ايه ودروسك دروسك؟ ما هي دي يا طنط الدروس بتاعتي تاريخ الاندلس فتح غرناطه. يا اختي غرناطه مين؟ احكي لي. الاستاذ الجديد بتاع النباتات عملت وياه ايه؟ انا لسه شفت وشه يا طنط اهو. عمي بيقول لي النهارده الساعه 5 اول درس. ايوه خلي بالك كويس من النباتات انت لما تكوني فاهمه علم النباتات يا بنات. ايوه اطلع جنينية افتح دكان ورد. ورد ايه يا مجنونه؟ انا بس اعمل ايه بالنباتات دول يا طنط؟ وسعي ذهنك ونقولي ما كل حاجه عشان لما تقدم لك العريس اللي هيجي. وانت يا طنط كنت تعرفي ايه في النباتات اكتر من الفجل والجرجير والبقدونس لما تقدم لك عمي؟ بس يا مضروبه انت ملبلبه من لسانك. العلم الصحيح النافع المفيد اللي احب اتعلمه منك يا طنط اللي زي الفلوزك ازاي تعرفي تضربي النبله تخش في المليان؟ مليان ايه يا بنت الله جزيتاني؟ ازاي دبيتي عمي على بوزه وخليتيه يطلح في ايديكي زي السلسله؟ ده انت فتحتي قوي زرعيتي ما كنتيش كده ابدا يا بنت. وانا بتعلم منك يا طنط. الادب اللي تحيا ناس ما عندهمش تربيه. اهلا وسهلا. اهلا سعاده الباشا. اهلا ايه وزفت ايه؟ اللي ما عنده راجل اقدر اعتمد عليه. عدم المؤاخذه يا شيشه. سكرتير فرحان بالمكتب اللي هو قاعد عليه وخلاص. الباشا بتاعه يتشتم ويتبهدل في كل حته وهو ولا على باله. هيهمه ايه؟ الماهيه بيقبضها يوم 30 في الشهر. خلاص. سعاده الباشا انت يعني كل يوم تنزل تخش علينا بهلوله جديده؟ ايه جرى ايه تاني؟ بلاغ حالا للنيابه ارفق معاه المنشور السافل ده واقعد دلوقتي احصر في مخك كل الابايح والوسايخ اللي اتعلمتها من مصغرك لمكبرك وكل الصفات المعندله اللي استعملوها اهلك وياك ادمجها مع اسماء الحيوانات والبهايم والحشرات واطبع ده كله في اسلوب الاطران وتلوه في منشور على دماغ الهجرسي. ايه وده يا باشا ابو سعيد؟ هو انت مهامك صغير توقفوا لبعض كده زي الردحين؟ اسكتي 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 دي كل كلمه في المنشور بتاعه تعكر بحر. اسمعي اقرا. حاضر. اعلان هام القاهره في اول ابريل عام 1947. ايها المواطنون الاعزاء أزفت الساعة ودق ناقوس المجد. اسمعوا إلى صوت ضمائركم وانصبوا الميزان عادلا واختاروا لدائرتكم المرشح النزيه الذي يمثلكم في مجلس الشرف خير تمثيل. عاد كلام ما فيش حاجة يا ستي. ما تقطعوش ما تقطعوش لسه.
ما تكرش. حاضر حاضر كر. حاضر فوت النص الاولاني. حاضر. بهجة باشا المتهالك على ترشيح نفسي له صفات عديدة. يا لها من صفات. اهو من هنا قول. هو واسع الثروة. كلام ما فيش حاجة. تمام يا عم انت مش واسع الثروة. قلت لكم ما تقطعوش. طيب طيب ما تكر. حاضر 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 كر. واسع الرحاب واسع الصدر واسع العينين. الله ايه كتر خيره قوي. كتر خيره على ايه؟ واسع العينين ولا اعمش العينين؟ دي لزومها ايه دي؟ واحد داخل البرلمان ثم قال انا واسع العينين. لا يا عمي طلع كدف دي انت وقطقط العينين. قطقطك عفيت التروسه. قلت لكم بلاش هذا يسع في الجد. وانت راه يا فندم واسع ايه تاني ما تقول؟ واسع الرحاب. كويس. الرحاب دي طوع. مقول اللي بعدها. واسع الذمه. انا واسع الذمه. ايوه يعني ذمتك كبيره حلوه يا بني ادم. افهمي واسع الذمه يعني واسع الذمه. يعني حرام. حرامي انت قطع لسان والقبيح. لكن تستاهل. مالك انت ومال السياسه والانتخابات؟ مالي مالي يعني ايه؟ ليه هو انا بلجيكي مانيش مصري؟ البلاد على ابواب نهضه محتاجه لمشرعين، محتاجه لامخاخ تسن قوانين. سن قوانين. يخي قول كلام غير ده يا باشا. ده انت ممكن الله يرحمه بعدك اوروبا عشان تجيب لي فرصه حقوق وتخلص اللي بيسلكوا في القضايا. رجعت لهم بعد 10 سنين ومعاك دبلوم بلياردو ومنصوب قضيه. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ ودي حكايه يعني كانت مطلعاها عليا مرات ابويا. ومع ذلك يعني هم كل اللي في البرلمان دول معاهم ليسانس حقوق. وزير الاشغال بتاع الترع والكباري ما عارف وزير اشغال ليه؟ عايز تكون وزير كمان؟ ليه لا، كل نايب في البرلمان بيجي عليه يوم يبقى وزير. في اليوم ده حوريكم ازاي هعرف افيد البلد. في حربيه لازم تقوم على رجل، في رجاله تاكل الغلط، في بهجه باشا في البلد. صحيح يا عمي، بس انت صحتك ما تساعدك ما تعمل وزير صحه احسن. اشمعنى يعني وزير صحه؟ عشان تعالج كبدك. انت كبدك تعبانه قوي. وقلت لي بلد حربيه في البلد. ما هو يا عمي وزير حربيه وانت اول امبارح الكاوتش بتاع الاوتومبيل فرقع. طق 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 عندنا ثلاث ساعات. يلا يلا خدي كتلك وروحي ذاكي. يلا انا مالي يعني حتى رئيس وزاره. حلوم طائش. عاملين هم ايه؟ ايه احكي لي كمان. ايه ده؟ ايه اللي جوه دول كلهم منتظرينك؟ في حد منتظرني جوه؟ 22 نفر منتظرينك من الصبح. 22 نفر؟ اه. ليه؟ مظاهرة؟ مواعيد واخدينها من ساعات البلد. انا نبتدي مواعيد 22 نفر؟ ليه اتجننت؟ فيهم مرافقين جرايد، اصحاب مشاريع. ايه دول؟ فضلت اساميهم؟ ايوه بس. توماس فيكتون. مشروع الازوت المستخرج من الجراج. من ايه يا باشا؟ من ايه؟ من الجراد يا ستي. ياخدوا الجراد يحمصوه ويطحنوه وطلعوا منه سباب. بس جماعه الانجليز دول مجانين شويه. ديمتري كارلوف ادولف السنسر. مشروع الصوف المستخرج من اللبن. صوف من اللبن؟ انت عيان يا باشا. هي صحيح حاجه ما تخشش المخ، ومع ذلك جربوها في ايطاليا. عصر السرعه. غانم حسن كشكليان الخرطوشي. الخرطوشي ما جاش. الخرطوشي والخرطوشي يطلع ايه كمان؟ لا المدير الجديد اللي هعينه للجورنال بتاعي. جورنال؟ انت هتعمل جورنال؟ ليه لا؟ هو تكلى باشا احسن مني؟ فارس باشا يزيد عني حاجه؟ عبد القادر باشا اغنى مني؟ انت يظهر مش هتجيبها البغل لما تقعدنا على البلاط. يا بني ادم افهمي، ده مشروع الجورنال ده مشروع كله ذهب. ده مدفع بتريليون. هفرغ رصاصه بحباب الجماعه اللي مسميني في البلد المفش الاعظم. بكره شوفوا ايه اللي هيطلع من المفش الاعظم. ايه اللي مضايق فيك النهارده؟ ايه؟ شكلك في عيني كده. طربوش ايه اللي انت لابسه ده؟ بوش؟ طربوشك ده؟ اظن لا. هما طربوشك وديته فين؟ انت كنت فين النهارده؟ النهارده؟ ايوه ايوه انا
ايوه انا النهارده كنت في مجلس اداره الجريده، وهناك حصلت مشاده سياسيه كده بيني وبين واحد من الاعضاء. حميت المناقشه، صدرت منه بعض الفاظ اعتبرتها انا جرح الاحساسي، مسكنا في خناق بعض، لكن ما اظنش واحنا بنتخانق نكون اتبادلنا الطرابيش. ما اظنش ابدا، شوف لك حاجه غير دي. ما هو ضروري اشوف حاجه غيرها، امال يعني. انما انت قصدك ايه من الحكايه؟ ولا حاجه، قصدي انك خرجت من البيت النهارده بطربوش فاتح، راجع دلوقتي البيت بطربوش غني، لازم فيها سر. ما هو ضروري فيها سر. تكونش الشمس. ايوه طيب. انا ما اظنش ان الشمس تاثر في الطرابيش. لا يعني دي رخه، يعني مش نافع اشوف لك غيرها. هو ضروري هشوف غيرها يعني. افتكر البنك الاهلي. البنك الاهلي، رحت البنك الاهلي، دخلت عند المدير، قعدت عنده شفت فنجان قهوه، خلصت بعض اعمال، جيت وانا خارج نسيت، رحت واخد طربوش مدير البنك الاهلي وخدت طربوش. مدير البنك الاهلي يلبس بورنيطه، ما بيلبسش طربوش يا سعاده الباشا. ايوه صحيح، بيلبس بورنيطه. يعني دي نقطه طلعت مش نافع اشوف لك غيرها. ضروري هشوف غيرها. افتكرت المزين. مزين؟ رحت عند المزين، حلقت، جيت وانا خارج في 50 60 طربوش على الشماعه، رحت واخد طربوش منهم وسلمت. 50 60 طربوش على الشماعه؟ ما هو المزين بتاع بسم الله ما شاء الله لايبته قوي قوي. ومع ذلك يعني انا لما اقول لك حاجه لازم تصدقيها. حكايه المزين دي طلعت معقوله خالص. هي من جهه انها معقوله خالص، هي معقوله خالص خالص. بس يعني كبرت الشماعه قوي. ما تنسى هاني. ايه في ايه؟ الراجل اياه برضه كثيره كده. ماله مش اديته ريال؟ اديته يا ست هاني من المهدي كله. يتفرق؟ مفيش زياده عن كده. هو مش عاوز فلوس خالص يا ست هاني. ده اعتبرها اهانه روح وجرح احساس وعمل لي موشح طويل عريض. امال عاوز ايه ده؟ يقول وياه ده عاوز خصوص لحضرتك. لا انا مش فاضيه للتلاقيح دي. يبقى شوف عاوز ايه يا رشيد افندي. حاضر يا ست هاني، ابعتوا لي كمان شويه يا حسن. حاضر. ما غدالي لما تخش عند المزين بتاعك يبقى حط طربوشك في جيبك عشان ما تغلطش فيه. لطيفة بنت دين. قوي يا سعادة الباشا. انا احط طربوشي في جيبي. شوف الكلام. شوف الدلع. ربنا يخلي سعادة الباشا ويديم الست هاني. ايوه ويدخلني البرلمان كمان. ان شاء الله يا سعادة الباشا. الست هاني مثال الظرف والرقه يا سعاده الباشا. رقه بس؟ دي لعبيه موت يا ناشد افندي. امبارح بالليل داخل اوضه النوم بغني يا عبور قول لي طالع كوبري نازل تجري. اتاريها هي مستخبيه ورا الباب. حبت تشاكلني. قال انت ايه اللي دخلت حاجات زي دي يا افندي عيد انا؟ ثاني مرة ما تبقاش تتكلم الا في الحاجات اللي تخصك وبس. قليل الادب. طربوش. طربوش انا سبته فين؟ عند المزين يا سعادة الباشا. انا ما رحتش عند المزين النهارده. سعادة الباشا كان بيقول كده. ما هو كان لازم اقول كده، امال كنت عاوز اقول ايه؟ أنا الساعة 4 كنت عند ثانية تترش. سلعت طربوشي وسبته على الشماعة. ثانية تترش الممثلة المشهورة؟ إيه أنت تعرفها؟ أيوة سعادة الباشا شفتها بتمثل في غادة الكاميليا. مظبوط غادة الكاميليا مظبوط. يا سلام دي رواية بتموت الناس من الضحك. أنا شفتها. أوي أوي. وبعدين يا افندي انت ما تعرفنيش كده زي النوع. رد عليا كلمني. دخلت عندها بطربوشي، خرجت طربوش غير طربوشي، يبقى ايه؟ والله يا سعاده الباشا يبقى لازم خدت طربوش حد تاني. انا لما دخلت عندها ما كانش في حد تاني. الظروف اللي زي دي يا سعاده الباشا بيخبوا صاحب الطربوش الثاني. ايوه 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 مظبوط كده جت في مخي دلوقتي. اتريني كمان كنت سامع كركبه في الدولاب. هقول لها في ايه؟ تقول البغبغان واخد برد بدفيه. يعني على كده انا سعاده الباشا انا ايه اللي انت اتكلم؟ العفو يا سعاده الباشا. مغفل. العفو ما فيهاش عفو، هو كده خلاص.
دخلت عندها بطربوشي خرجت بطربوشي غير طربوشي. بس اشوف خلقتها انا يتعمل فيا الفصل البارد ده. انا علبه طربوشي هناك وعلبه طربوشي البغبغان. بس اعطر فيها على العموم انا ذاكر جوا ارتاح. والجماعه اللي بينتظروا وزعوا مانيش فاضي كلمه من سعاده الباشا في طرفهم. خد الفلوس بتاعتهم ودخلوهم للصالون الصغير. يلا السلام عليكم. انا اسد التأثير ابو الدهي. حضرتك اللي جاي الجواب للست هاني؟ ايوه يا سعد. اللي جاي لك حالا. اتفضل يا سعد. مفيش فايدة ما يكون كده. مفيش فايدة مش ممكن. مش انت بتاع مشروع اللفت المعسل؟ لفت معسل؟ ايوه اللي بتقولوا انه بيتصدر في علب وحاجات زي ايه الكلام الفارغ بتاعك ده؟ انت معسل ازاي يا استاذ؟ لفت مخلل معلش. ايوه مظبوط افتكرت افتكرت. انت بتاع لا برضه لا 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 مفيش فايدة مفيش فايدة. طب ما تحميش الله مفيش فايدة مفيش فايدة. سلام عليكم. موكلك يعني كمان تقنعني ان اللبن تطلع منه صوب دي حاجه ما خطاهاش. يا نهار اسود ده مستوي قوي. لبن يطلع منه صوب؟ خلاص ما تقلبوش دماغي. انا مش كل ساعه والتانيه فاضي علشان اشعه في السوقيه موبيليا كاوتش صوب من اللبن. الله 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 على البتنجان الاصلي. هم انت سعيد مش بده حاجه خالص يا اخي. امال جاي هنا ليه؟ جاي هنا في مهم. جاي اوصل الجواب ده للست هاني محرم سعاده الباشا. طيب ما تقول كده ما تتكلم ما تنطق. ايه ما تعرفش تتكلم رجل لسانك؟ ليا مش عارف الحق اتكلم معاك. خلاص 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 ماشي يا فندي هيشوف حكايتك. اصلي انا دماغي مقلوبه ومخي مشغول. تخفيف البغبغان وتقول لي بدف في الدولاب. ده يعور بقى. اسمع يا نعم يا اخويا. قوم اهو 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 مش ممكن ده تعبان ده عجمان ده مزيد خالص. ممكن معلش ما تاخذنيش اصل مجهول مجهول. تخفيف البغبغان وتقول لي بدف في الدولاب. معلش خلفي يا فندم. نعم روح انت بس روح 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 الله يشفيك. ايه المدعوم ده؟ ايه المغفل ده سابينه لوحده ازاي؟ يطلع مين يا فندي ده؟ سعاده الباشا. سعاده الباشا؟ ايوه ده سعاده الباشا؟ اه ده باين عليه كامل وموزون من كله. نعم افندي حضرتك عاوز ايه؟ انا افندي تيسير ابو الدهب مش مهم عندي. ده اسمي انا ما يلزمنيش. بلاش ايه اللي انت طالبه؟ انا جايب لست هاني محرم سعاده الباشا جواب خصوصي. ها بس يا فندم الجواب شويه يعني ايه خصوصي لست هاني. ويجرى ايه لما اكون لست هاني كاتباه واحده ست يعني. ويجرى ايه لما اكون كاتباه واحده ست ما اقدرش اشوفه مع ذلك ايه عن ايه انهيني انا مشغول ما عنديش وقت عن اكل عيش يا فندم. يا سلام هو ده السر الرهيب اللي مش قادر تطلعني عليه. واكل عيش لما يبعثوا لك ريال ترميه ليه؟ تحكيش يا فندم ريال ايه ولا شحات؟ لما يبعثوا لك كام؟ ما يبعثوش حاجه. احكيش على دمك ومصر. انا مش طالب منكم باحسان. انا جاي هنا في مهمه. مهمه ايه؟ مش قادر افهم منك حاجه. ما تتكلم. هتكلم اهو. انا اصلي يا سعاده البيه كنت بشتغل عند عبد العظيم بيه الشمبراوي وشركاء. بتوع الفسيخ. وبعدين بقى في الكلام الفارغ ده فسيخ ايه يا فندم؟ فسيخ ايه؟ دول مقاولين كبار في البلد بتوع المنصوره. دول جماعه مؤتدرين قوي اسمهم نظيف السوق. هم دول يا فندم. اتفضل اتفضل استريح. متشكر منهم. وزيه عبد العظيم بيه دلوقتي مبسوط؟ والله ما اظنش يكون مبسوط. ليه؟ تعبان عيان؟ مات يا فندم مات. لا حول ولا قوة الا بالله. زعلتني يا شيخ. ده كان راجل زي السكرة وهو داب والحمد لله. نفسيني يا عبد العظيم بيه. وده مات من ايه ده؟ والله لوحده كده.
روح انا هو تحت الظهر في امان الله نفسه هسفته على تورته بالشوكولاته شيحنا جيبها لي على بال ما حصلته في البيت والتورته في ايدي لقيت السواق شغال عليه لا اله الا الله ولا كلش التورته يا كلها ازاي يا فندم بقول لك مات كلتها انا من حزن عليه وهو ثواب برضه عند ربنا شوف الزمن شوف الدنيا وسلامتك الليالي يا عبد العظيم بيه فاغتررت بها وعند صفو الليالي يا عبد العظيم بيه يحدث كذا سيجاره متشكر يا فندم اشرف قلت لي بقى حضرتك عاوز ايه ايوه يا فندم بقى لما توفى اهلا يا فندم سعيده اهلا اسف بيه اهلا وسهلا اهلا فين قعدت بقى في المره موجود عندك في الصالون فوق اسكت جيب له حته هديه النهارده المكان فيه البوس عليها اتناصر يا ناصر يا فندي والله اتناصر والله يا عفارم عليك ونقصهم اتناصر جبتهم ايه حاجه ختمنا العين صحيح نفستهم بالصاحبنا الهجرسي اتناصر والله يا ناصر يا فندي ست جوال قلت لي فات على الدفاع فوق في الصالون شايف الهمم شايف الهدايا انا مش كافي عليك مع السلامه والله يا عفارم عليك ست جوال هديه صحيح ذات قيمه ايوه حاجه حلوه صحيح كمان سعادة الباشا يستاهل اكتر من كده ياكلهم ان شاء الله بالهنا والشفا ياكلهم ايه ست جواز كل بني ادمين يا نهار اسود ست جواز بني ادمين ايوه انا فاكرهم مانجا ارانب حاجه زي دي لا لا ده الصلاح عندنا دول ناخبين علشان ينتخبوك ده مؤاخذه الصلاه بعيده شويه عن المخ يعني اتفضل لما توفى عبد العظيم بيه الشمراوي تماطر هانم حبت تصفي التركه تماطر هانم ايوه حرم عبد العظيم بيه يا سلام هي عايشه لسه عايشه لسه هتموت لوحدها ازاي تماطر هانم دي كانت في زمانها يا ابو حديده فندي ابو الذهب يا فندي ابو الذهب دي كانت في زمانها فتنه ايه انا فاكرها كويس ايام سوق السلاح كان بيتهم مرض كبير دي كانت لما تهل من عتبه الباب ابو مين اللي ما لحقتش عليها ودلوقتي يا سعاده البيت هل هي من عتبه الباب ابو مين اللي ما هربش من وشها دي كانت شرانيه في صغرها وفي كبرها يا فندم خصوصا في كبرها ده الشيء الوحيد اللي حافظت عليه لغايه دلوقتي قلت لي يا سيدي بعد وفاه عبد العظيم بيه ايوه اختلفوا الشركة مع بعض سعيدا لما حصل اهلا وسهلا اهلا ما تاخذنيش انا اتاخرت يوم عن ميعادي انما طلع شغل حاجه ارتستيك تمام اتفضل شوف ايه ده احنا عايزين صوره مستلفته تتنزع عشان الحيطان علشان الانتخابات امال دي علشان ايه دي والله مش فاهم لها معنى ولا ايه خليك معانا يا حضرتك ايوه تقدر تفهم ايه من صوره زي دي ايوه لا حاجه حلوه صحيح واضحه واضحه جنابك عاملها عشان سوق الخضار ها سوق الخضار ايه يا فندي خلي عندك شويه ادب احنا هنا بيت واحد باشا مش في بيتها كهاني ما هو كمان معذور هيفهم ايه من طبليه مكعبه قاعد عليها راجل في ايده ميزان دي طبليه يا عالم دي طبليه يا ناس دي طبليه يا ست الافندي اللي عندك شويه نظر دي طبليه انا عارف بقى يمكن شوال يمكن قدح يمكن بكيمه مطبقها ده الهرم يا حضره الهرم هرم ده الهرم ده وماله كده مش قوي يا احمد ومين المغفل اللي متشعلق فوق زي عفريت العلبه ده سعاده الباشا ايه بقى بذمتك ده سعاده الباشا باشا ده انا فاكره بياع قوطه بياع بدنجان بدنجان ايه وقوطه فيها يا جدع انت امال يا اخي ماسك في ايد الميزان بينيل بيه ايه ده ميزان التقدير افهمه يا عالم ده رمز يعني سعاده الباشا المصري متحصن على قمه الهرم المصري فهمني حضرتك فاهمك طبعا ما هو مفيش هرم تركي وبيبص من بعيد للاجيال القادمه وفي ايده ميزان التقدير بيوزن به الامور اظن واضحه يا فندم دلوقتي بعد ما فهمتني واضحه شويه ولو ان ولو ان يعني الامور دي كان ممكن يوزنها هو تحت لازم يتشعل على الهرم كده ويبوظ الهرم كده انا بتكلم مع مين قلت لي فين سعاده الباشا عندك في الصالون فوق حفلق نفسي مع قوطه بتنجان جوافه انت تفهم كويس في طبق محشي على قد عقلك انما في الرسومات اللي زي دي مش ممكن ابدا قلت لي فين سعاده الباشا اتفضل طب ليه يا قوطه بتنجان جوافه انت لازم قصدك مرمطور احدث يا جدع انت الله بس باختصار من فضلك باختصار سلف الشركه بتقول تبادر هانم حبة تصف التاريخ كويس وبعدين بقى نظرا لقله نعم ورقه للجراس عشان البنزين ما بعدين اعوذ بالله ورشه اي والله ورشه ربنا يكون في عونك يا شيخ كمل بعدين يا شيخ حبة الست هانم تصفي التاريخ ايوه وبعدين
انا مش عيشة ابدا. مين يا فندم؟ ايوه والله. لا والله نسيت يا ست هاني. ايوه فاكر الاسم طبعا. عدلات هاني. ايوه حاضر. نمره كام يا ست هاني؟ ايوه حاضر. حالا. حاضر يا فندم. ولا كمان ايه عقلي ضغط بنخبين ولسه معدت الحلقه بالكهرباء وحضرتك جاي تكمل عليا باللي ماتوا واللي سببوا مالي؟ انا طبع تورته ما طبعش تورته ده شيء يكفر. شوف الراجل قليل الحياه ده ولا فاكره عاقل ايه؟ ده الاخر زيهم الحيطه كانت حيطه بتاع بقي. ايه يا اخويا البيوت دي؟ بيوت جنسها ايه دي؟ ثم باشا ايه؟ ابو عقل مفكوك ده جبت معسل صوف من لبن. اعوذ بالله كل ده الجواب لسه ما تسلمش. دق يا اخويا انت دق راسك. صوت دق زي ما انت عايز. شوف مين اللي هيرد عليك؟ اعوذ بالله. بلاش خاوته بقى اصغر. مين عندك خدام هنا ولا انت يا جدع اللي بره؟ يا انت يا بنت يا برخرخة. الو ده يا فندم انا مش ناشد يا فندم. ناشد يا فندم دخل جوه ما اعرفش بيعمل ايه. اهو دخل جوه خلاص. ابلغه ايه؟ الباشا اتعور يا نهار اسود. اتعور ازاي يا حضرتك؟ اتعور فين؟ في ديله؟ ديله يا راجل يا ملحوس يا ابن الجلد ده؟ انا مالي ازاي؟ ما هو كلامي عبرك. نعم؟ الجمعه دي مش هيقدر؟ يقدر ايه؟ طيب خلاص نهدي بس خلاص. اعوذ بالله. ايه الجماعه الملاحين دول يا اخوانا؟ الباشا بتاعهم له ديل؟ ازاي ما تديليش طبعا؟ ازاي دلوقتي ايه ده؟ انتوا عليكم فين؟ هي نمره كام قالت؟ هطلبها لك حالا. وده مين ده؟ تيسير ابو سنف. مش سنف يا استاذ ابو الذهب يا ست هاني الذهب. اه انت اللي كنت جايب لي جواب من عند من طماطر هاني يا فندم. زيها وزي صاحبها وزي عبد العظيم بيه. والله عبد العظيم بيه بعيش انت بقى. مات يا حرام مسكين لازم زعلانه قوي. أيوة وقول له هي هاني مات الجمعه اللي فاتت. يا اخواتي ده رئيس نادي في الاجواد كلهم بيموتوا كده ورا بعض. انا خايفه للبسها كمان. الو عدلات دلدل يزيك يا دودو. منى عيدي حبيبتي اقص عليك ايه؟ ما استنيتنيش ليه؟ ما قاليش وحياتك غير دلوقتي. تعالي حالا بدي ابوسك بدي ابو عاصف. ايش يا بنت اللي انت ضربه في قلبك؟ اسمعي حالا تكوني هنا حالا. الله ماشي يا فندم. فندم اديهم خبر عدلات هانم هتتعشى معانا الليل. حاضر. من حقي يا ناشد افندي جايبك لما كنت جوه. جه خبر مزعج شويه. عن ايه؟ والله هو الخبر شويه في حد ذاته يعني. ما انا ماليش ذنب فيه. ليه ما تتكلمش انت؟ هتكلم اهو. ايه في ايه؟ الاعمار بيد الله. ايه بس حطيت وقاطع خف من القطع. انا اقول ايه يا جماعه؟ واللي يجيبه ربنا كويس. ايه بس انا ماليش دعوه يعني. ايه يا فاعل يا شيخ؟ وكل عام وانتم طيبين يعني ما تخافوش. ما تتكلم وتقول. ايوه هتكلم اهو. ما تقول بقى. سعاده الباشا. ايه ماله؟ اتعور. يا خبر دي لو سافرت في قبل الحكايه ايه؟ قالوا لك موجود فين؟ موجود فين؟ والله ما حدش قال لي. ما حدش قال لي ده هيفوز ده هيبقى. معلش اللي حصل بقى. اتعور ازاي؟ ازاي؟ اتعور فين؟ فين؟ في ديله يا ست هاني في ديله. بيقول الاصابه جت في ديله. شفت دمي يا شفتها هي بتشرب دمك. ايه طلعت بسيطة يعني؟ لما انت جيت ستي يا كاسر يا خسارة. لا تتهاني لا خسارة ولا حاجة ما دام في ديله برضك يخش. لا الجمعة دي ما اقدرش. بيقول لك الجمعة دي ما اقدرش. ليه؟ لا شيء. طب وبعدين؟ ده السبع كله مستنيه. يا بقى. هو سعاده الباشا ربنا يديله العافيه كمان وكمان. ايه
بتقوله ده الحصان بتاع الباشا اسمه الباشا حصان قول لي كده لو كنت هتجنن قول باشا ايه ابو جهل بتاعهم انا ست هانم جايب لجناب الجواب ايوه قلت لي من سمادر هاني وارين ايوه بس في ايه مكتوب جوه مكتوب شريفه زبطتك يا ملعونه قفشتك يا مقروسه عدلات ازيك يا شيشه المدوب ده كله كل مدى بتحلوي كده ليه؟ انت اللي بدعتي قوي ايه الزبده السايحه دي؟ ايه الايدين القشطه دول؟ يا دوب لكرم يا شرشر بالله يبر عليك يا كتاكي مش سألت يا بطبيطو بطبيطو في ليالك الحلوه يا عدلات في الليالي الجنان اللي بتاع الزمان رخص عليك يا قاسيه يا ام قلب حجر جوابين اتنين في اربع سنين شوفي قلبك انت من قلبي انا جيالك دلوقتي ملهوفه عليكي بنط كل خمس سلالم في خطوه وقعت جنب الباب اتعورت عورتي اتعورتي فين لازم بدلها هنا اهو في عصبه رجلي خلاص هتخش الجمعه دلوقتي استني كده اما ادعكلك شويه استني اه يا شريفه اخت عليكي هاي بتوجعني اخت عليكي شريفه يا ايه ده مين هنا الراجل لا يا ست هانم ده انا ده ايه يا قليل الادب يا قليل الحياه ستات مستفردين ببعض استهانم انا كنت موجود هنا من نص ساعه والله انت ايه ما عندكش دم اتربيت فين تستنت على ستات ست كشفت دراعها ست كشفت رجلها يا ساتر يا دون يا ست هانم انا مظلوم انا كنت موجود هنا نبهني اقول يا ساتر خبط فوق كحيت يا بنت كحيت لحد صوتي ما انجرح انا من اول بوسه كحيت ناس بقت عدمات التمييز عين بيتها انتوا بتجيبوا جيب الله جنيه اهاليكوا عملوكوا ازاي تعالي يا دولة تعالي يا حبيبتي شويه مساجه ضيعوها لك عايز مبحلق بعينيك قط قلع عينيك قط عمى بالك يا شيشه الكلبه الفكرونه اللي كنت بتديهاني وانا مسافره اه جدا خلفت اربعه لكن روح واحده منهم قد كده فندق فندق اديني منهم جوز والنبي على لا تديني جوز لا لا جوز جوز اطلع عليك ما انا بدياك الاولانيين الاصليين لا ده بيت كامل من كله ستات ايه الملاحيس دول الاخرين شيشه وبطبيطه وكح كح كح انا فيها نفس عشان اكح كل ده الجواب زي ما هو ما تسلمش اعوذ بالله ازاي انت بس يا ساتر رب على ده يوم ايه النحت يوم ده؟ يوم نحت صحيح اول يا ساتر وصح بقى امر عليك وقت تاني السلام عليكم ليه ما سلمتش الجواب انا لاحق اسلم يا حضرتك انا لاحق انا مسايبك مع الست هانم دلوقتي طبت بطبيط وشيش وبيش ومفيش فايده اسمح لي اقول لك انت بلط والله لا بلط ولا حاجه بس ما عنديش بخت يا حضرتك ما عنديش حظ اقول لك اتفضل سلموا سياده امر عليك وقت تاني شكرا قوي سلامة نعم يا مدموزيل ما شفتش الساعه بتاعتي الساعه بتاعت حضرتك ايوه نسيتها هنا على المكتب اسمع يا جدع انت اخيرا شفت الساعه هنا على المكتب نعم ساعة هنا على المكتب ما شفتش حاجة انا ما عرفتش احد المكتب خالص ما هو كمان ما حدش دخل هنا غيرك انت عيب يا فندم تختشي انت قصدك ايه يعني؟ امال مين هياخدها؟ عيب اختشي خلي حد الدم ايه انا حرامي انا؟ انا عارف بقى انا هوش ذلك انا؟ يا شيخ اسمع ساعة انا؟ لا مش سرقتها لا سمح الله قلة انتباه من غير قصد انشبكت في الزرار في السديري في حاجة محتاجة ايه الكلام اللي عافر ده؟ شبكت الزرار يعني ايه؟ السديري يعني ايه؟ عيب استهلي اختشي لا ما تتخنقش كده ازاي ما تتخنقش انا حرامي انا حرامي استهلم لا 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 مش حرامي لا سمح الله قلة انتباه من غير قصد بتطلع مثل المنديل دخلت جواه ايه الكلام اللي يفور الدم ده تخش جوه المنديل ازاي اتفضل يا لما تخش جوه المنديل لازم تطلع تاني اتفضل اتفضل
فتشيني لحته حته. يلا وادي جيوب اهي وادي السنين. يلا عليكم ايه تاني؟ ايه دور وشك يا فادي دور وشك. ايه هو ده اللي هتعمله الراجل؟ ايه ده فتشوني حرام عليكم. لا يا مصطفى كانت في درج المكتب. والله انا متاسفه قوي. متاسف بدي يا ست هاني؟ اخس الله يخيبكم. دي اصول برضو. ده كلام ناس مؤدبين. ما بقاش الواحد يطلع من عندكم حرام ساعه كمان. شبكه الزرار في السديري. ليه المغناطيس؟ اعوذ بالله. يعني تمني النحس دار عليا ورايا ورايا. مفيش يوم واحد اشوف بني ادم عنده ادب، اشوف واحد يجيب لي رقبه كلمه كويسه. ارجوك يا حضرتك ما تاخدنيش، انا مش عارفه اودي وشي فين. لا لا تودي ولا تجيب. سلامه وشك حصل خير. انا اللي موجود بكده. انا جاي عندكم عشان شغلانه تقمه عيش. اطلع من عندكم حرام ساعه. شغلانه بتاعت ايه؟ ايوه معاه جواب توصيعي. اذا حبيتي تعملي تعملي معروف توصلي لي الست هاني. مش ده فندي؟ نعم. طب جواب كلم ساعات الباب. حاضر. جواب توصيعي علشانك انت بتاع ايه؟ بتاع اكل عيش، بتاع معايش. الانسان اللي عنده شويه ايمان وشويه خوف من ربنا كان انتحر من زمان وخلص من العالم ومن قرفه. متأسفة جدا جدا. أنا متأسف أكتر أكتر وأكتر. يا سلام، أنت ساير على الدنيا ثورة وحشة أوي. دنيا؟ ده أنا بدي أهربد الدنيا. أنا بدي أهرس الدنيا زي ما هربتني زي ما هرستني. ناس ناس إيه؟ هو في ناس اللي بيخشوا بيتكم دول ناس، اللي قاعدين على المكاتب ناس، الماشيين في الشوارع ناس، أنتم ناس. يعني ايه مفيش ناس الا انت وبس؟ ومين قال لك ان انا ناس؟ هو انا ناس؟ سمك سمك متوحش بياكل بعضه. اخس على ده سمك اخس اخس. لا 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 مش كده. لا ده انت صعب قوي. واجي هنا عشان نقمة عيش تقولي جنابك حرام الحلة. حلة؟ ساعة أنا عارف بقى ساعة ساعة. ما فيهاش مخ، ما فيهاش دماغ، ما فيهاش أعصاب. موت بقى يا أخي موت موت وريحنا من قرفك. موت موت. أنا في غاية الأسف، بقول لك في غاية الأسف. أنا مش عارفة أودي وشي فين وفين بس منك. لا ما تزعليش. أنا عيشتي كلها كده. تعرفي أنا كان لازم يحصل لي كده وألعن من كده. أنا حياتي كلها عبارة عن كده كده كده. ده ما فرطنا وقرب ناحيتنا ينقلب أبو شبت. يا جدع انت. نعم. كل ثواني يلا حالا ما عديش وقت. ايه؟ ادي خبر للباشا انا هنا بسرعه سهل الاوامر. اثنين اتحرك. ايه؟ مالك ظلم كده امشي. امشي ايه؟ الله قمة الخرطوشي. انا مستعجل الباشا باعت لي مستنيني عامل لي تليفون. واخد همة الخرطوشي. ايه يا فندم؟ ده واقف قدامي. همة الخرطوشي. مالك ظلم كده واقف كده ليه؟ ايه خرطوشي 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 ايه يعني خرطوشي 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 ايه؟ ده ايه يا فندم؟ ايه؟ ايه البرابند السايد ده؟ سايد؟ ده انت مصارينك اللي سايد. سايد ايه؟ جربوه زيك انت كمان. انا لازم اقدمك، انا لازم اخليهم يعلموك الادب، انا لازم اقطع عيشك. Thank you.
ما هو مقطوع لوحده يا مغفل. ايه؟ مغفل؟ اه. بالتأكيد انت مش من البيت. ومين قال لك ان انا من البيت؟ فساكت ليه؟ مش تتكلم؟ اقرص اقرص لسانك مربوط بقف بكلبك. وانت بقك ايه بترمبة؟ اخرس! بقك بسنبلج؟ اخرس! ايوه اتكلم انت كمان! انت اتكلم! فين فضلك؟ ما كنت تعرفك! كان ممكن تسأل! انت هنا! خلاص! سيجارة! ما شربوش! خلاص ما شربوش! الجورنال بتاع الباشا. وانت؟ انا ما عنديش وقت اقول لك انا ايه. همة الخرطوشي تيسير ابو الذهب. ذهب؟ ذهب من ايه؟ ذهب ايه؟ ما فيش ذهب. انت خرطوش فين؟ خرطوش من ايه؟ مفيش خرطوش. ذهب ذهب قشرة ذهب افرنجي. خرطوش فاضي خرطوش ورق بس. ايوه تعمل انت كمان. انا يا اخويا الاباء حد الناس. انت كده عايز واحد عمره ما شافك قبل كده ولا تعرفه داخل من باب تشتم فيا بمناسبه ايه؟ علشان ايه؟ علشان منظرك. مال منظري؟ شاي أوفا؟ من غير أوفا؟ صدقتك مكتوب على وشك. انت لازم حتة كاتب او نص كاتب او بالكثير ثلاث ارباع كاتب. ثلاث ارباع كاتب؟ ليه؟ مع السودان؟ مع الصوابع؟ عينيك مطفية. ما فيش ذكاء، ما فيش فطنة. ودانك مدلدلك. بروت. ايه كل بروت ده؟ بوزك مرهف. ادم معدوم. رجل خيبان. انت ما فيش ارادة، ما فيش جرأة، ما فيش جسارة. مناخيرك دبلانة. دبلانة؟ في الدنيا مناخير طاقة؟ انت يا جدع انت مناخيرك طاقة؟ انت لازم طول عمرك ملتصق. انت حمار السكة يركبك كل مين كان. انت بقالك انت اكل واحد حمار غير كل حمار. دخلك ايه؟ مخلوق للملطمة لتبتك في الدنيا سب. صائد صائد ما تسمول حق. اسمح لي يا استاذ، انت افندي الجنجان. ارفع مناخيرك لفوق. عيش كويس، شد طولك، اصلب نفسك، ثبت كلامك، ارميه زي الرصاص. ما تترجاش، ما تتدللش، اطلب، امر، خش في عينين اللي بيتكلموا يحترمك ويتمسك بيك. الضعف المسكنه الاستسلام، هم دول اللي جايبين لك النحو يا ده. انت الفاظك واقفه زي وشك. لما الواحد يقول الحق كلامك برضو في شيء بالحقيقه. الواحد لما يطاطل الزمن يركبه ويكبس عليه ويفعص. اي والله عندك حق، انا دلوقتي كل مفعص كل مكبوس. نجم انت الزمن واركب ودلت الرجلين. عاوز بس ازاي؟ ما بلحقش مش كمني هو في نفوخي. طول ما تقول لنفسك عايز انجح لازم تنجح. عايز يكون لي بس يكون لك بخت. ها؟ طب انت شوف لي حياة تقول عاوز فرخة وتجيله فرخة. طب انا عايز 5 جنيه. هات جنيه يا استاذ. خليهم باريز. البخت يقرب ناحيتك بالشكل ده بالوش ده ازاي؟ ايه احطه احمر اوديه عند المبيض؟ اجحف فرخة اتهزر اتعايق اتغمبر.
البت في الدنيا ده عبارة عن ست جميلة لازم الواحد يعرف يلعبها وينافسها يسحبها علشان تمله تستظرفه بوزت كسر رعيتك ألم وفاتك. اسأل مجرة اسألني أنا هوش تسلم جاع جاع تسلم علشان كده أنا باعتذاري دفو حظ طاقة في السماء. وبستغرب ليه عشان ايه وشك احلى مني بالعكس انا مسامح معاك تكتيك استراتيجي استراتيجي فولونتي قول يا اخويا من زمان حظك مطقطع كده طول عمري نهارك اسود عمرك كتير 40 سنة وقعتك مطيله وفي خلال الاربعين سنه دول ما شفتش منهم يوم كده كده ابدا 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 يا خرب بيت ابوك وما شفت ايه كده 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 خلاص هتروح في 60 دقيقة اذا ابتداء من النهارده هات قلم اسود قلم كوبيا قلم تقيل نمره واحد اشطب الماضي كله ودع العز ودع الغنى ودع الفلوس جعجع مفيش هوز تسلك مفيش مناخير طاقة مفيش حاجة هتنفع فيك 40 سنة مقدما وانت عدمان وانت هلكان 40 سنة وانت متوكل انت مش هنا انت في الايمان السلام عليكم وعليكم السلام الله يخرب بيتك اما عجيب صحيح مسكين الفقر عامل معاه هيستيريا اهلا وسهلا انت هنا يعني اهلا وسهلا انا ضربت لك تليفون 3-4 مرات النهارده كنت مسؤول اسعاد الباشا كانوا طالبين لي هناك في وزارة التجارة علشان يسروني في مسألة مهمة كده وبعدين فت على مدير كوبانية النور كان عاوزني برضو في مسألة تانية ومسؤول يسعد المال ظهر ان مركزك كبير عند الجماعة دول العفو العفو يسعد المال طيب حضرت العقد زي ما اتفقنا موجود يسعد الباسة تحت الامضة ده كله ده يا استاذ يمه البنود اللي اتفقنا عليها اداره الجريده من اختصاصي مده العقد 3 سنوات المرتب 150 جنيه اتفقنا على 120 جنيه والله بصراحه انا مش فاضي ساعه الباشا اسمع طيب اديني انا عندي اشغال اديني انا امضي لك فين قل لي انت مش لك عادة تلبس طربوش غامق نعم طربوش غامق امال ايه اللي فتح لون طربوشك النهارده هو فتح وريني كده الطربوش ده لازم اتغير عن الطرابيش وانا بكويه يعني. والله انت كنت انت بتكوي طربوشك عند الطرابيش بتاعي يجوز يجوز لكن ايه رايك ان انا ما كويتش طربوش النهارده انت كنت انت بتحلق عند المزين بتاعك يجوز يجوز يا صاحب الباشا المزين بتاعك مش اسمه ثانيه دترش ايوه ثانيه دترش ثانيه دترش اللي بتحفي البغبغانات جوه الدواليب انا مره حضرتك لما اكون عند واحده ست ويخش عليكم صديقه وتحب حضرتك تستخبى يبقى خد طربوشك وياك ما تنساوش على الشماعه ده ما ليك يا سعد الباشا اتفضل اطلع من بيتي يا سعد اطلع يا باشا باشا سنه وانتوا مستقبلني سنه وانا حمار سنه وهفضل ازاي وحمار ايه بقى لا يعني سنه وهم نازلين فيا اختلاسات اختلاس ايه يا سعد الباشا هي ثانيه دتري سفينه كمبياله اطلع بره هنا ايوه طالع اهو ما نسقعد بس انصحك قبل ما اخرج ما تبقاش تنسى طربوشك وانت خارج من بيت ثانية دتري اطلع بره بقولك يا كسر دماغك يا حسن يا مليك ثانية دتري بس من فضلكم حاجة واحدة بدي اعرفها اسمه ايه الراجل الجرجوع اللي كان هنا دلوقتي اطلع بره بقولك ابو الدهب خرجت بيتي انت وابو الفراش بتاعك يا ابو الدهب اطلع بره بقولك اطلع المرسيدة 40 سنة انا حصلت 40 يا راجل انا حفهمك كل حاجة بس تفهميني ابعد عني
عبد الباشا. ايه ده يا فيك وسعاده الباشا؟ انا في ايه تاني؟ بس عايز اقول يا سعاده الباشا، مش الافضل نسحب الفلوس بتوع الترشيح؟ نسحبهم ازاي يا فيك انت؟ يعني ايه اخرج من الانتخابات؟ ما هو يا سعاده الباشا الجماعه النخابين طلعوا قلالات الذمه وقلبوا علينا وانضموا ويا النجرات. اعوذ بالله. ومفيش خبر النهارده سر النت ابدا؟ كله كده تعقيد في تعقيد. ايه حل في الوصف اللي انا فيها دي؟ وصف ايه يا سعاده الباشا؟ برضه في الامكان نخيل لهم بالفلوس تبرهم من الاجراءات. فلوس مين يا بني صلاح؟ انا بتكلم عن الجورنال دلوقتي بقى من غير مدير. والخرطوش راح فين؟ طردته لعنت ابو خاشو، اتضح ان هو البغبغان اللي كان مستخبي جوه الدولاب. ومراتي فهمت كل شيء واديني ماليش عارف اعمل ايه دلوقتي. قول لي نجيب مين بداله؟ وتجيب ليه يا سعاده الباشا؟ ما هو موجود في امان الله. مين؟ انا يا سعاده الباشا. انت في غرفتك الوخم. انت مدير جورنال؟ انت مدير جورنال ده لازم يكون لولب يلعب بالبيضه والحجر، يجعجع يلمع يلعلط يخش في عينين الجن يهوش يعمل من الحبه قبه يعمل من الشمعه نجفه ومن النجفه بركان قادر سائر يجري مع بدر الحوادث. ما انا كمان يا سعاده الباشا. انت خلاص انت ما تنفعش اكتر من كده، انت من الناس اللي وصلت الى القمه. تعال معايا اما نشوف كده. انا بقول مثلا مفيش فايده، كلمه مفيش فايده. قلت لك لازم اجننه، لازم اهبطه. مش كده يا شريف، بخليك عقل اهدى. اسكت كده بقى، طير لهم العينين. يا صبرتوش على لسانيه، يا ريت الشغل المزين البنك الاهلي. اه يا مان المفروض تقوى ذهن وجوم النظر الضوء بقى اسالك. هلا ايه هتعملي ايه؟ زي ما عمل هو، خد عشيه اخد عشيه. يا بتحكي شريف انت جننتي، بتقولي ايه الكلام الفارغ ده؟ لا 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 ده كتير. امال اسيبه العبيه اصبح فرده قدام الناس كل منهم يضحك عليا؟ هو لا سنيه ديت يشعلك عن بكره. الاقي 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 مين؟ احمد تايلور. عدلة اعملي معروفة تجليني بس كلام اللي يفرس بس بالعقل يا بنت الحلال. مش كده، اهدي شوية. انت بالطريقة دي هتضري روحك، هتخربي بيتك بايدك، هتفقدي جوزك. زي بعضه. انا ايس ما بقيتش سأل عن حاجة ابدا في الدنيا. اسمع، انت مش عايزة تغيظيه وتنتقمي منه؟ بدي افرسه، بدي احرق دمه، بدي اتفرج عليه وهو داير زي المكذوب. انا عندي فكرة على شرط تهوي فيه وتكديه وفي ان واحد تحافظي على شرفك. قولي لي انت مش ملاحظة على حد يكون بيلمح لك بيشغلك؟ كتير بس انا ما بديش وش. عصمت لطفي، شكري، طلعت انيس، كل دول ما ينفعوش، دول ياخدوها جد. احنا عايزين واحد يكون ميس. ميس ميس يعني ايه؟ يعني واحد نجيبه ونتفق معاه على انه يتظاهر قدام الناس انه بيحبك وانت توري انك بتحبيه. بالشكل ده ينتشر الخبر، يوصل لجوزك، جوزك يبقى يفرك يود يطق، يعمل كل جهده على انه يصالحك ويرضيكي عشان يفصل بينك وبين الشخص اللي يبقى خايف منه لا يغويكي. انت ديك الساعة تتقالي، تتبغددي، تسوقي فيها، ما تريحيش الا بعد ما تشوفي نفسك انت امتي زي ما انت عايزه وهو يمشي على العجين ما يلخبطوش. لكن انا راجل يوافق على كده؟ ندور برضه. لا يا ابو الذهب يا طنط، بيقول عملتي ايه في حكايته؟ اوه سيبيني دلوقتي يا بنات. والنبي يا طنط ساعدي. اوه بيهز دلوقتي يا بنات، اعملي معروف. انا هساعده، انا طولي بالك. ميرسي يا طنط، ميرسي يا روحي. ما دام انت عايزه تساعديه ساعدهولي. ميرسي يا طنط. خالص تحياتي واسواقي، واسال الله ان لا يريكي مكروها، واتمنى حامل هذا تيسيرا فندي ابو الذهب، كان في خدمه المرحوم جوزي مثالا للطاعه العمياء، هادئ طيب قنوع، لا يهش ولا ينش ولا ينتقل خطوه الا بالامر، كلب انين ونعجه زلوله ينفع في كل شيء الا انه غير مختص بشيء. ارجو مساعدته عند سعاده الباشا لوصل عيشه والسلام. طب ده كويس قوي، عز السلام. وده جنسه ايه يا بنانه؟ شكله مقبول يعني؟ يا شيخه ده مخبر على عينه وهو ده لسه داخله في الاخرين. يوجا تنيبه ده نيله قوي. ده انت قاعد ده لما يتقعد يبقى روح. اقول لك هتاتي شوفه تاني. ميرسي يا روحي. يا صاحبي ايه عدلات؟ بدك في مخك اللي ده يا ستي يجرى ايه؟ نعيد نظر اوصاف زي دي؟ كلب نعجه لا يهش ولا ينس عليا كده تاني. خلقته يا ستي خلقته. تتنجر. تيسير ابو الذهب يا طنط. مساء الخير يا هواني. اخي يا باي يا ساتر. لا يا طنط، ده لسه جاي من السفر، لسه جاي بتراب القطر. ايوه يا فندم، الزخرفه بتاعتك الحديد باين عليا. مالك كشش بروحك كده؟ اتنين بتنين.
القطع كده بيبان يا ليتان ميتان خلصت الجمعه. انت كنت بتشتغل عند عبد العظيم بيه الشبراوي يا فندم. وكان عبد العظيم بيه الشبراوي ولا مؤاخذه يعني؟ ده من غير لا مؤاخذه اتفضل. بينيل بيك ايه؟ بينيل بيا؟ يا طنط عايزه تقول كان بيشغلك في ايه؟ كده اوضح شويه. كل حاجه ستاني. يبعت لي مندوب اعزي اهني عيد ميلاد اودي شيكات اجيب شيكات اقف ولاحظ على الانفار. كان بينيل بيا كل حاجه كده. والله مش بطاط. انا شايفه انه مش بطاط. بنانا سيبينا شويه يا بنانا. حاضر يا طنط. سيبيه يا فندم. طنط خلاص هتساعدك. اوعى تهمل في شغلك ها؟ اتفضل. لا يا فندم العفو ما يصحش. لا مش اصول السالم ما يصحش برضه. وخرجت ليه من عند عبد العظيم بيه؟ والله انا ما خرجتش، هو اللي خرج. هو اللي خرج؟ ايوه مش على طول ولا يرجعش تاني. شربات والله زي السربات. مات دمه خفيف قوي. اشتغل يا ابو فراس يا حلو اشتغل. طيب قول لي، وما قعدتش ليه عند طماد وهانم تشوف لها اشغالها؟ والله كان المنظور كده بقى، انها بعد وفاه المرحوم جوزها هي لوحدها في الشقه وانا برضه لوحدنا يعني، والناس كلامهم يعني مش ظريف. كلام ايه؟ دي واحدة عندها 99 سنة وماله حاجة ايه يعني؟ الناس أفكارهم وحشة. ظنون ظنون ظنون؟ شكل حضرتك يعني ما يشجعش أبدا على الظنون. ولا شكلها هي يا ست هانم. الناس مجانين مجانين مجانين. صحيح. مين تساعده نفسه على الرمرمة دي؟ والله دي مسألة معدة بقى. مش كل الناس تحب البقلاوة، في ناس تموت في الجرجير. زي الشربات والله، زي الشربات. تمام. شوف شغلك يا ابو فراس، شوف شغلك. تكسير يا فندم. تكسير ايه يا ست هانم؟ تيسير يا فندم، تيسير. تيسير يا فندم. نعم. انت اخلاقك كويسه قوي يا ست هانم. سماد غانم بتقول عليك كلام كويس قوي. في محله. امين قوي. مطيع جدا. شنطة ايه؟ زي الميه. نعجة. ايوه. نعجة دي يا ست هانم تعبير عن الصيده يعني. لا معزه حتى ما فيش معزه. دمه خفيف قوي. ينفع ينفع. دخلنا البغاز يا ابو فراسه. مش فيها بقى. بعزوم يا تيسير يا فندم. نعم. الشغلانه اللي انا منظور اسندها لك يمكن ادق شغلانه عارفها التاريخ. من جهه ايه؟ الخزينه. لا ما تخافوش على الفلوس. برقبتك مليم واحد يطلع من الخزنه من غير استماره واذن مليم. لا 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 لا، خزينه ايه اهم من كده؟ اهم من الخزينه؟ اها. ايه في الدنيا اهم من الخزينه؟ طلعت فيها قوي يا ابو فراس. اقعد على حيلك. ايوه يا فندم. امشي بقى. امشي امشي ليه يا ست هانم؟ انا لسه اشتغلت. امشي امشي. اتمشى يعني اتمشى. اتمشى؟ ايوه. اتمشى فين؟ هنا طبعا. هنا اهو. ايوه. حاضر. انما موضوع الشغلانه بتاعتنا. ما كانش مخلص بقى. امشي كده ولا كده؟ كده كده. كفايه كده. ارجع تاني. ارجع بوشي ولا ظهري؟ بوشك يا اخي طبعا. بوشك. دي كويسه. بس عندك ابتسم. نعم. ابتسم. افرد بوزك. ابتسم. كويس كده. يلزم عياط عايط مفيش مال. لا بلاش غم. انا برضه بقول كده. انما هي نوع الشغلانه. ما تلعيش. اقعد. حاضر يا فندم حاضر. قول لي انت مش بتدوق شويه؟ بتدوق؟ ولا في حد في الدنيا متدوق زيي. ما تقاطعنيش من فضلك، ما تقاطعنيش. متدوق شويه في مساله الستات
ايوه جات على الصلاط في رجال الزغازل في شاعل هو نوع الشغلانه تعبت ده يعني على افضل الناس اللي بتحبهم انت ايه؟ هو يظهر انك غبي مش غبي سالم انا بسالكم عن الشغل عن الوظيفه هي دي الوظيفه الوظيفه اللي انا هشتغل ايوه تشتغل عاشق عاشق ايوه تاني ما انا عاوز اقبض منكم فلوس انما العاشق ده بيدفع فلوس انا هدي لك شهري 30 جنيه تديك خلاص 30 جنيه 30 جنيه بس كده يعني تظهر قدام الناس قدام الناس؟ ايوه انا بس انتوا شايفين الكلام ده يعني فارغ شويه بلاش انا بلاش طولي بس خلاص فهمت دلوقتي فهمت ايه؟ فهمت الوظيفه الوظيفة ايه؟ والله لسه ما فهمتش حاجة. مستلزمات الوظيفة دي ايه؟ حبة جماعة صغيرة. لا انما هنفلتلة والقشة معدة. انا بسأل عن الكادر بتاعها. ترقياتها نظامها. ده انت مصعب قوي. يا ست هانم ما دي أول شغلانة من نوعها في التاريخ. الديوان ده ما حدش دخله قبل مني. افهمني شوية. أكون مثلا في مكتبة واحد دخل تشتري منك تعمل نفسك مكتوب أهرب أنا تطلع منديلك بفلفل من جيبك وتمسح شفايفك قال إيه مطرح الأحمر. إيه وأنا هحط أحمر كمان؟ يا أخي افهم يا أخي مطرح شفايفها يعني. شفايفها يعني. أيوة. كده معقول أوي. إيه الكلام الفارغ؟ الحكاية دي مش فيها تفكير غلط شوية يعني. ايه اللي بتفتحه ده يا تنشير يا فندم؟ لا والله يا سعادة الباشا اصلي ايه؟ اصلي كنت واكل جزر. هايل بس جزر دي طلعت نيلة شوية. قلة استعداد يا ستة. طيب وغير كده ايه بقى؟ الست راحت سينما راحت سياترو تاخد لوز جنب منها تبص لها تتنهي تدمع. ادمع؟ ايه ما تعرف؟ عرفت بلا صوت حتى كنت عايزين. طب وريني كده اما اشوف. انت يعني في لوز؟ انا قدامها في لوز الثاني؟ ده موجود كتير قوي. هايل كويس قوي. اتفقنا يا ست هانم اتفقنا خلاص؟ ايوه طيب مبروك وان هي راضي بيها الحمد لله. طب كويس قوي. خلاص يا اخي بكره اطلع عليها وبكره انا النهارده في مجلس انا ابدعك في اي وظيفه عندي امبارح. حاضر يلا عوام ايه ده؟ كل حاجه لازم اعملها انا؟ اهلا وسهلا اهلا عدم المؤاخذة يا عدلة هانم والله الواحد مش قادر يحييك كويس. كان الله في عونك يا باشا. الف حمد لله على سلامتك يا سيدي. حضرتك يبقى مين؟ نهارك سعيد يا اكرام. اهلا وسهلا. حضرتك تبقى تيسير بيه ابو الدهب. ابو الدهب الاسم ده مر علي قبل. لازم يكون مر عليك يا ابني لازم. ايه يا عم سلسله متصله الحلقات. ايوه بس انا يعني زي اللي شفتك قبل كده. احنا كنا اشتغلنا مع بعض في حاجه محتاجه. لا اشتغلنا لا لسه ما اشتغلناش. لما هنشتغل في مشروعات تجاريه كتيره سعاده الباشا. انا الخلقه دي يا اخواتي وانا الشكل ده مش ممكن ابدا. اظن شفتك عند وزير الماليه يا بهيك باشا. بهجت حاجه زي كده. ايوه باماره سعادتك كنت بتتكلم على مشروع اقتصادي بتاع خيار مخلي اظن ولا اوفا مع كده اللبس المعسل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وحضرته بقى يبقى ابن عمتي يا سعاده الباشا كمان. اهلا وسهلا. اهلا والله انيس قوي. تشكر يا باشا تشكر.
يا سلام قد ايه انا مبسوط من الفرصه السعيده دي. والله انا اللي هتجنن من الفرصه السعيده دي. فوز يا ابو فراس يا حلو. اه يا حضرتك هاني من حق احضرينا. وطبعا حضرتك لا مش غريبه انا عائله واحده. عائله ازاي؟ ايوه ابن عمتها يا سعاده الباشا ابن عمتها. كمان ايوه كمان برضه. ايه الفرص الجميله دي؟ طيب يا ست بقى هو كمان يعني ما هوش غريب. هي خلصك ان شريفه يعني. اوه من فضلك يا باشا ما فيش لزوم ما فيش لزوم. بعدين انا هبقى احكي. تيسير يا فندم. نعم يا ست هاني. انت معزوم الليله عندنا على العشاء. والله انا شبعان الحمد لله يعني. قصدي مش جعان على قصدي مشغول مشغول. يا سيدي بلاش المعاد بتاع الكلوب ده وحياتك عشان خاطري يا سيسي. سيسي؟ سيسي انا ازعل منك قوي يا سيسي. اه. انت خلاص ما انتش نازل النهارده يا سيسي. والله مشغول يا بشبش. بشبش لطيف لطيف قوي 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 والله. عفوا يا باشا. اه قاعد يا سيسي بس برده شويه يا دلادل والله. الناس اللي منتظريني هناك في ال ايه يا سيدي عبزلهم بالتليفون. هي النمره مش نمره كلوب محمد علي؟ لا هو كلوب بتاع احمد علي. احمد علي ايه؟ ايوه يا اخي خلينا نقعد ساعه كده كويسه مع بعض. ايوه يا سعاده الباشا ايوه. كويسة الواحد ما بيفضاش يقعدها يا سعادة الباشا. الانسان طول النهار والليل عمل متواصل دولاب مستمر من المسؤوليات الجسيمة يا سعادة الباشا. الواحد اعصابه يا اخواتي اعصابه والله اعصابه يا اخواتي. وحضرته بقى بيشتغل فيه؟ والله في كل حاجة. هو سايب حاجة موزع نشاطه في كل حاجة. حرام عليك تحترق تحترق. بحترق صحيح بحترق ولا فيش بطاقة في كفاية بحترق بحترق لكن في 60 داهية ورايا مسؤوليات يا ناس مسؤوليات responsibility. والله يا اخي لكن برضه يعني صحيح الاعمال اعمل لكن برضه صحتي في 60 داهيه يا اخي. بعد الشر مفيش بعد الشر قدام مهام الاعمال. امضى واحده يا اكسلانس وودي عطي ساعه غلط ثبتها موظف غير متمكن من عمله. راحت البنوك البورصه اتشكلت كامبيو نزل مزاد بيع خرب بيوت وتقولي لي صحتي في 60 داهيه صحتي. احترق احترق احسن ما تحترق مصالح الناس ولا ايه يا اكسلانس؟ لا ده انا قدام شخصية غير اعتيادية. شخصية بتحلل تمام مصير الاشياء. يا سلام لقيت واحد يفهمني لقيت واحد يحس باحساسي. ايه يا اكسلانس اسكت 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 ده انا مفروش من احوال الناس. زي انا تمام زي فوضى فوضى هرجلة 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 افكار لتحت. ديوجين يا اكسلانس. اه ديوجين قعد ماسك فانوس 20 سنة بيبحث عن الحقيقة ومات ولا لقاهاش. لا اله الا الله. واحنا هنموت اهو من غير فوانيس ومع ذلك لقيناها. لكن فوضى فوضى فوضى. ارشميدس يا سعاده الباشا. ارشميدس بعد ما طلعت عينيه في البحث والتحري قام عريان من الحمام وهو ماشي في الشارع بيقول اوريكا اوريكا اوريكا. هو بيقول اوريكا اوريكا. ايه ورد عليه اوريكا ده يا سعاده الباشا؟ الانسان الذكي الجبار يسخر حياته يامرها فتعب تعمل. فطعم الموت في شيء حقير كطعم الموت في شيء عظيم. اسمح لي اقول لك انا مسحور انا مأخوذ. ايه ده يا عدالة هانم ده؟ ده مش ابن عمرو ده ابن سينا ده ابن بطوطه ده ابن اديسون بتاع امريكا. ايه يا اكسلانس في حاجات كتيرة بس لما اقعد معاك بحكيها لك. لما اقعد معاك يا عزيزي انا فخور جدا بمعرفتك وصح اني انتهز الفرصة السعيدة دي علشان اعرض عليك مسألة انت اتخلقت علشانها وهي اتخلقت علشانها. مسألة ايه يا فندم؟ جريدة يومية حسند رئاستها اليك. ليا انا؟ هو عنده دي مسؤوليته كتيرة مفيش فايدة. ما اقدرش ما اقدرش ما يقدر ما يقدر.
يقدرش اديك شايف ما يقدرش ما يقدرش يا اخي انا في امكاني اعمل لك مرتب 120 جنيه في الشهر 120 جنيه مش شويه غير 5% من الارباح دي شغلانه عايزه واحد يكون فاضي وده تعبان احنا جعانين والله ايوه والله يلا نتعشى ايوه فين اخويا المدير الجديد بتاع الجورنال مين حضرته ايوه حضرتك ابن عمتي ابن عمتي مين ابن عمتي انا هيا هيا ابو فراس يا اخت ابو فراس ده لخبط الدنيا لحالها تشرفنا جدا يا استاذ ابو الدهب العفو يا انسه يا ام فراس العفو تفضل 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 يا استاذ لا العفو يا بدر العفو تفضل تفضل يا اخي ما تعملش اي تكليف ده انت في بيتك ومسرحك يا سلام ده انت النهارده صحفيني بحلاوه احاديث احاديث ايه يا سعاده الباشا لا احاديث كتيره ايه اللي بينك وبين بامبا دي حب غريب من مدهش تعلق بشكل عجيب حقيقة رب اخت لم تلدها امك طبعا المحبة تبادل هي بامبا دي قليلة عندي ده انا سعيدة جدا جدا لشفتكم النهاردة تعيش يا اختي ومن امتى يا اختي رجعتي من السودان ها انما عندي خبر بقالي ادي ربع ساعة يا اختي عليها ازيك يا بمبا هانم اسلامي يا روحك اسلامي هو سعادة الباشا فين المار الانسان بقاله مدة مرارات قلبه باحاديثه الجميلة واعداده اللطيفة ان شاء الله كده تكون صحته عالة واحواله متأثرة الا الواحد يقدر يشوفه ازاي هو اليومين دول عنده شوية اشغال كده لحمها قمار ايه هو بيجيش اسكندرية ولا ايه قليل خالص اتفضلوا اتفضلوا ده المكتب بتاع الوكيل اتفضلوا وكيل اللوكاندا لا الوكيل بتاعنا وكيل الباشا اظن هو الجدع اللطيف ده اللي كان قاعد بيناولك الجيلاتي بالمعلقه في بقك وانتوا قاعدين تسمعوا المزيكا بتاعت الكازينو ايوه سيسي سيسي ما شاء الله ما شاء الله خفيف الظل سيسي ده ابن عمتي تيسير بيه ابو الدهب انا ما اقول كده يا اخواتي انا كمان يعني بقيت شويه كده يعني الا هو وكيل الباشا مال والمدير بتاع الجورنال كمان لا استفدت افندي هو فين تيسير بيه والله ست هانم لما خرج مع الست الانجليزيه ايه الست الانجليزيه خرج انت ازاي وراح معاها على فين الست الانجليزيه العجوزه بتاعت الديلي ميلك انا بحسب على كل حال الوكيل مش لازم يمشي ابدا مع الدكتور ايوه امال ايه يتلفوا اخلاقه ويروحوا عن اشغاله ده حاجه مكشوفه خالص هاوي 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 يلا روح اعمل يا استفدي شوفوني هنا حاضر الا من حق يا سليفه هان انت يا اختي امبارح مش كنت بتستحمي في سيدي بيش ايوه الكابينه بتاعتنا هناك انا كنت بكذب عيني ومن ده اختي بقى اللي كان بيسندك في المية يو سيسي برضو سيسي اصله بيعوم كويس قوي ايوه وكده
اسمه حلو كمان. ايوه عايزه مش كده يا مدام. هو قصدي يعني ان هو مش بطال. اللي انت بلغك ان احمد بيه اتجوز سعادات بنت ايوه بنت رضوان، وحتى كان صباحها الشهر اللي فات. لكن ولا مؤاخذه يعني، هو سيسي ده وكيل الباشا في البر والبحر. ايه الاسئله الفرصه دي؟ وكيله يعني وكيله؟ موظفين زي انكم ما عندكمش تمييز صحيح. انا مش فاهم انتم ايه دول؟ هدف دول ولا ايه؟ دي حاجه فيه. انا بالدول بتاعتك دي ايه جرايه تاني؟ موظفين زي قلتهم ما عندهمش تفكير، جايبين لي بهايم يشغلوهم عندي محررين في الجريده، مقاله في الاوضاع الديمقراطيه يلخبطوها يحطوا في اخرها كيف تصبح القوطه؟ قوطه؟ تصور دخول القوطه في الديمقراطيه روح. ايه هو ده؟ انت تملي حامق نفسك كده فيشير بيه ابو الذهب. اهلا وسهلا، تشرفنا يا سيد سيسي. تراخر الله يشرف بإدارك يا سيد رهوان. رهوان بيجروا في السبق مع بعض، انا عارفهم كويس. لا والله في غايه الضبط، لطيفه قوي منه الحكايه دي. بن بهانم حرم مبارك بيك. اهلا وسهلا، دي فرصه سعيده قوي. اهلا وسهلا، مثيلي والنبي. يا جماعة اعذروني، ربما اكون دخلت كده بهضورة وازعجتكم شوية، بس الواحد هيتجنن يا اخواتي. تصوروا حضراتكم دخول القوطة في الديمقراطية. لا سيبك انت بالطرق المكشوفة دي، مش علينا احنا اللف والدوران ده. لف ودوران بتاع ايه يا هاني؟ ايه ما انتش عارف بتاع ايه؟ بلغتنا الاخبار اياها. اخبار اياها؟ نعم اخبار اياها؟ تطلعيه الاخبار اياها دي. يوه انت ما تيجي يا اخواتي في الحوض، انا هتجنن يا اخواتي. والله العظيم عندي فكره خالص يا اخواتي، ما تفهمون تطلعي الحكايه دي. خلاص ما فيش لزوم، مش وقته. انت يا نسينا قوي يا بن بهاني. الله يعزك يا روحي. اوكل وجودنا شويه يعني كده يعني. يا سلام يا مضغط بيه، وانتم روح بده السؤال. الله يكرمك. اخبار اياها اخبار، تطلعي الاخبار اياها. بلغتنا الاخبار اياها. اشتغل يا حيفا، اشتغل اشتغل. ايوه هي الاخبار اياها يعني اشتغل. امال ايه الشغل الاضافي؟ بقى الاخبار اياها يعني اشتغل. طب انا مستعد اهو للاخبار اياها. هي ايه بس الاخبار اياها دي؟ حاجات كنا موصيينه عليها ام اهملها حضرتك؟ لا والله ما اهملهاش ولا حاجه، بس كانت رايحه عن بالي شويه. انما اخبار اياها الواحد يعمل ايه اصلي يعني؟ عقله مش دفتر واحد يا اخواتي، حالته يعلم بيها ربنا. لا قادر يشكي ولا قادر يهدي. دان الله في عونك يا ابني. انت لازم مكروب قوي قوي يا سيدنا البي، قوي قوي أوي أوي. ما تحكولي ماله ده؟ الشغل يا حضرة، الشغل تعبني جدا، الشغل صعب صحيح. يا شغل يا شغل. تصور حضرتك المقالة من دول تبقى واخدة وياها موجة قلبي طالعة عجيبة. دي افتتاحية بتاعت الصفحة الأولى، الافتتاحية بتاعت الصفحة الأولى. أه يعني على الافتتاحية يعني يا أصغر ده الافتتاحية مدوخاني الافتتاحية، محيراني مجننهالي. ده 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 حرام والنبي، ده حرام يا افتتاحية، ده حرام. ما تحكولي ماله ده فندي ده؟ خلقان مسكين تعبان. أصل شغل الجرانيل دي حاجة صعبة أوي أوي. مش كده يا سيدي؟ مش كده؟ شوف لك حد يساعدك. ارحم روحك. ارحم روح ازاي؟ ارحم روح ازاي؟ ارحم روح ازاي؟ ارحم روح ازاي؟ ما هو اللي في ايده يرحمني مش عاوز يرحمني، مش راضي يرحمني. هو عارف نفسه، هو فاهم روحه. ايه القساوه دي؟ وده بحرام. انت ما
شايف كده برضو. ليه والنبي ليه؟ بصوا انت ولا كلمونا. تكلمونا مين؟ سعادة الباشا يعني. يا اخواتي كلمونا. الراجل هيموت. انا كمان اكلمولك. بس انت يا ابني ما تعملش في نفسك كده. او النبي كلموه. ابص رجلكم تكلموه. في عرضكم كلموه. قولوا له جذبوا الوجد ويجيب الصبر منين؟ قولوا له حيران والهان ما بينامش الليل. ما بينامش الليل؟ سهران في المطبعة يعني. قولوا له القمر بيطلع ويغيب وانا قلبي كله لهيب. قولوا له ان النجوم الكواسر بتزقزق في السماء من البرتقال والعصافير والصبر حنه والفجل وما اشبه ذلك. اهل ذلك بقى هعمل ايه؟ قولوا له حرام. قولوا له اعترف بنظره واحده والا اسعفه بطيف الخيال. وما كانش الهوى يجي سوا وكان الدلال من طبع اهل الهوى. ابعت له طيفك بس. قولوا له النبي. قولوا له ايه؟ الحكايه شايفها كده يعني. اصله بيحب الباشا قوي. ايوه يموت في الباشا. ادوب في الباشا. يا باشا يا باشا. لا احنا بقى نستعجل. قومي يا بامبا قومي. يا سلام بقى بس الحبه الصغيره دول. لا يا اختي كفايه اصل عندنا مشوار مستعجل. وحياة رفعه. لا يا ستة هانم وحياة رفعه ابويا وام واهلي كلهم واحد واحد. ما يمكن نستنى بعد كده ابدا. ليلتكم سعيدة. يلا يا سلام بقى بس الحبة الصغيرة دول. لا كفاية يا اختي كتر خيركم. اتشرفت يا بنت هانم نورتينا. مشرف مدارك يا اختي. كفاية كده ان الحياة شيء مفتوح. ابو طلوا علينا يا اخواتي من وقت الوقت. ايوه النبي من وقت الوقت. ما نستغناش يا سيدي. يا سلام ما نستغناش ابدا. يا ساتر انا ما شفتش كده ابدا. الباشا بتاعكم ده ايه؟ نايم على ودانه. عفارم عفارم. صحيح برافو عليك. مش بقول لكم شايفين ايه؟ نجاح يعني؟ هايل. انا والله كنت هصفق من الضحك. الا يكفي المقالات اللي كانت واخده موجود الف وطالعه بقال. لا ومبارك دين بقى هيختل هو ومراته. ابصر بدر ايه ونجوم ايه ومص وفجل وحرب. ايوه هي طريقه كلاسيكيه في البصبصه بيسموها الواقعيه المجرده. النقاد بيقولوا عليها كده. بس انتوا يعني مش ملاحظين ان الشغل يعني كان خارج شويه؟ ابدا. اصغر عندك اكثر من كده كمان. هات هات اكثر من كده. موجود بس عيب بقى عيب. الواحد برضو عامل حساب يعني عشان كلام الناس وعشان سمعتك قدام ال انا زي بعضه. بدي افلفله بدي اشعوطه. مش عاوز تفلفل ولا عاوز تشعوط. سيدي انا بتشعوط بدالي. وانت مالك تشعوط ليه؟ مالي ازاي تتهيم هو الشغل ده كله مش في جدتي انا؟ اتنهد. الواحد في الاول بيتنهد كده تمثيل اوتوماتيكي لكن يخاف يجي يوم الايام ويضعف ويتنهد من حقه وحقيقي. انت على عينك. ده انا بهزر. تاخديها جد ولا ايه؟ انت عارفين انا راجل مؤتمن يا ست هانم. بس يعني الحكايه دي منظور تستمر كتير. تستمر كتير؟ قال لي سلام. مال الناس ايه؟ تعالى تستنى كل يوم بلاك وحنان. لا كان على خير ربنا كتير ومتوفر والقش معنا. بس يعني الواحد قلق برضه وعشان سمعتك يعني. خلاص بسوجر المره دي هياخد خبر. بسوجر المية مية ده مبارك دي روتر مراته هفاز دي اسكندرية هتصبح من بكرة تطبل بالسيرة دي. وتيجي برضه مع كل ده وما بلاقوش. ديك الساعة نخلي تيسير يسحب النمرة الكبيرة. ايوه ايه ده؟ اسحب النمرة الكبيرة؟ تطلع ايه النمرة الكبيرة دي؟ الباشا يظبطك بايده. نعم.
يخبطني بايده. ايوه ننتهي الفرصه اللي الباشا يكون واخد باله منا واحنا نعمل نفسنا ما احناش واخدين بالنا منه. ايوه نبغز اني بقى في حرقه جامده والبحر في عواصفك والبعدة في لهاليبك. ايوه 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 عشان يبقى احضر هو في عضمي وبعدها في لحمي. لا تعليم لا النمره الكبيره مش ممكن نوصلها ابدا ابدا ابدا. ما هو مفيش طريقه بدنا نضرب وبنغوص من هنحرق. بنحرق في نفسنا بنغيظ في نفسنا. ما احنا هنكون موجودين ما تخاف. ما هو لو معاه مسدس في ايده وجودكم زي اللي الباشا ما شافش حاجه ما بيشيلش ما بيشيلش. اذا كنت متاكدين انه ما بيشيلش ولا ما بيشيلش يا اخي. ثم يا جماعه قدروا موقفي انا دلوقتي بين نارين. عمري من جهه عمرك ما تصرف عليه ومركزي من جهه ثانيه. مركزك مضمون احنا موجودين. خلاص الحمد لله. خسري مين اللي جه يا طنط خسري مين اللي جه عمي جه. ازاي ده كان عندي معلومين جه هو لوحده ولا وياه حد؟ لا ما اعترض تحت المبارك بيه. مبارك بيه؟ اه هو قابل مبارك بيه؟ بس خلاص هيقول له على كل حاجه هيقول له بس خلصت لوحدها ايه؟ هيفهم كل حاجه من مبارك بيه لا نمره كبيره ولا نمره صغيره بس خلاص. قولي لي مش باين على وشه حاجه يا بنانه. حاجه زي ايه يا طعم؟ يعني شايفاه كده فرحان زعلان بيضحك مبوز. يا بوزو سبرين انا عمري ما شفت عن الكشف بالشكل ده. عن عال قوي عال قوي قوي قوي. هو اللي عال اقول لكم بوزو سبرين تقولوا لي عال. اخطى عليكم يا خاين يا نصرين. ايه ده مفيش حد يسأل علي ابدا. ازيك يا شريفة؟ اهلا عدلات هاني. الحمد لله على السلامة يا باشا. الله يحفظك. ازيك؟ خلاص اغيب عنكم كده مفيش حد يسأل علي ابدا. وانت يا بنانة مبسوطة؟ اوي اوي يا عمي. وانت يعني يا سيسير مفيش جواب مفيش تليفون مفيش اي حاجة مش همك لدرجة دي؟ العفو يا سعادة الباشا انت فوق دماغنا من فوق. بنانا نعم يا عمي روحي خدي الهديه بتاعتك انا بعتها لك على اوضتك. صحيح يا عمي أيوه. جبت لي ايه يا عمي؟ لا مش حوالي لا لا خليها مفاجاه كده. ميرسي يا عمي روحي يا عمي. دول كانوا بيقولوا يا باشا انك جاي بعد يومين. والله غيرت معادي لان في مساله شغلاني جدا يمكن تقريبا هي اهم مساله صفتني في حياتي. ايه يا ترى؟ اوعى يكون حد قال لك حاجه على شريفه كده ولا كده ولا كده ولا كده. ايه كده ولا كده دي مش فاهم. لا يعني عشان بخرج كتير قوي انا وتيسير. ايوه يا سعاده الباشا ايوه بنخرج كتير انا وست هاني. انا وست هاني متملي نخرج سوا. والله بنخرج سوا ما بقول اهو. طبعا ايوه تملي مع بعض يا سعاده الباشا. واجب عليك في غيابي انك تعمل كده. كمان بصرف النظر على انه واجب انا كمان بزودها شويه يعني بزودها قوي قوي. ايوه ده انا وحش. ايه ده ايه ده ازاي انا اعمل كده ها؟ شوف ازاي؟ انا وحش قوي والله العظيم فيه ابدا. اصل انا ما بسيبش ست هانم ابدا ابدا ها؟ انا وست هانم مع بعض على طول. لازم كده. ايوه ما فوق لازم كمان على طول على طول. ها؟ فاهم يا حبيبي؟ ها شاطر؟ حصل معايا؟ لا 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 عفوا عفوا ده بس يعني ده بس كلام ياخد ويدي كده يعني. وطبعا ما دام انا وست هانم مع بعض في حاله زي دي ما يخفاش على فطره سعادتك ان الناس يعني كلامهم بيتكلموا. كلام ناس ايه وبتاع ايه؟ بقول لك مخي مشغول في مساله مهمه جدا تقريبا دي اهم مساله صفتني في حياتي. يا سلام لو تتم. ادعوا لي يا جماعه الناس تتم ادعوا لي. من حق ده مبارك بيه جالك هنا كان عاوز يقابلك. ايوه يا ستي قابلني قاعد يرغيلي على السلم شويه كلام فارغ. لا 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 يا بوبي وهتصدقوا ده راجل لسانه طويل قوي. طويل ايه ولا قصير ايه؟ اطيان وحايشين عنها الميه. ابن خالته رافع عليه قضيه علشان مساله الوقت شويه كلام فارغ كده. ولا قال لكش حاجه تانيه؟ تانيه زي ايه؟ تانيه حاجه تانيه. انت قضيت يعني يكون لاحظ حاجه كده مثلا شاف كلام كده مثلا حاجه كده كده ها كده زي ايه؟ انا سعادة الباشا انا وست هانم تملي مع بعض يعني.
نعم. ايه المقالة العجيبة دي اللي حضرتك حاطط لي فيها القوطة مع الديمقراطية؟ لا دي ليها سبب احب اشرحه لسعادتك. بقالها سعادتك لما كتبت المقالة القراء كلهم بيهنوني. قوطة مع الديمقراطية؟ يا عبد المطلب باشا بيقول لي ايه الاسلوب الممتع ده؟ قوطة مع الديمقراطية؟ بقى كده القراء كلهم بيهنوني. انا ما كنتش واخد بالي انها حاجه حلوه صحيح. لا يبقى خد بالك خليك ماشي على الاسلوب ده على طول. اهي دي سكه التغيير صحيح. اسمع يا تيسير انا عايز اقول لك حاجه قدام سعاده الباشا. ما تزعلش احنا هنا في لوكندا والعيون مفتحه. كنت تخبط على شريف هانم الساعه 3 بعد نص الليل وهي في الاوضه لوحدها ده كتير قوي. ها ايه ده؟ الساعه 3 بعد نص الليل يعني ايه؟ سعادة الباشا 3 الا 5 يعني علشان اصل ما انا اصلي كنت راجعه من السيات ودايخه قوي يا بوبي. ايوه دايخه قوي يا بوبي. يا باشا يا باشا فين انها دايخه؟ هو طبعا عاوزه اسبرين. اسبرين؟ طب ما تقول كده يا اخي. ايه والنبي طب لما هو اسبرين ما تحدفوش من تحت الباب ليه يا تيسير؟ ايوه صحيح ما تحدفوش من تحت الباب ليه يا تيسير؟ يا سعاده الباشا الاسبرين ممكن يتحدف من تحت عاب الباب. عاوز كوبايه ميه تخش ازاي كوبايه ميه من تحت يعني؟ كوبايه ميه. طيب ما تقول كده يا انا بقول اهو. واحده ست الساعه 3 في اوضه النوم وبهدوم النوم واحدة ست جميلة زي دي. لا عايز بقى لا كانت لابسة هدوم النوم كانت لابسة فستان وفوق الفستان رب دشم وفوق رب دشم البطانية تخني كده. ايوه بطانية تخني كده يا بوبي. بطانية ولا سجادة حتى دخولك بوقت زي ده ازاي؟ ازاي؟ سعادة الباشا ما هو علشان يعني عشان الاسبرين يعني عشان الاسبرين. يا اخي ما قلنا لك لما هو اسبرين تحدفه من تحت الباب ليه يا ستيسير؟ ما هو صحيح الساعة 3 بعد نص الليل في اوضة واحدة ست زيني انا مش لسامح الله واشك فيك. يخرب بيتك. ويستحيل ابدا اشك فيك. انا اليوم اللي اشك فيك فيه يعني ادفنك. بس انا مرة ما تبقاش تعمل كده. سيبونا بقى من الموضوع التافه ده. يعرف يا تيسير انا داخل على ايه؟ نعم يا سعادة على 4 مليون جنيه اراضي في شرق الاردن مرميه مهمله كلها ذهب حديد فوسفات معروضه للبيع. الشركات هتقطع نفسها عليها. امبارح جالي خبر بالليل ان المندوب اللي معاه التفويض اسمه خواجه بشاروش نازل هنا في لوكندا. هنا في لوكندا؟ ايوه. الارض دي طالبين فيها 200,000 جنيه بكره الصبح هبيعها ب 4 مليون جنيه. انا رايح دلوقتي علشان اقابل الراجل المندوب اللي معاه التفويض. من حق ما تتعشوش انا لما ارجع. وانت يا تأثير هتعشى ويانا. ميرسي يا فندم. واذا كان التليفون ادوني خبر انا مستني مكالمه مهمه جدا يعني بالعربي كده من مجلس الوزراء. حاضر. ما تتعشوش انا. حاضر يا سعاده الباشا. اتفضلوا. عملنا ايه؟ ولا حاجه ابدا يا ست هاني. ما انا ماليش دعوه انا ما خليتش حاجه. الشغل كان قدامكم سالك اهو. ده انا ما خليتش حاجه تفور دمه اللي قلتها. ساعة 3 الا 5 تملي سوا هنربطه ازاي ده بقى؟ لو اللي فالقني انا يستحيل اشك فيك. مش ممكن اشك فيك. فضلت انغص بكلام زي المسامير. خبت على الاوضة اسبرين. اهدا اهدا اهدا. لا امال احنا جايبينك كده علشان ايه؟ ما قلتوش ان فينا مراكبين. طيب اصيح انك بقى اللي لميته من السكة. مش سكة من المجبلة من الحارة. مفيش لزوم. كفاية بقى تلموا عني. سيبوني بقى اعتقوني. انا دلوقتي بقيت ماشي في الشوارع مستعر من روحي مكسوف من نفسي. كل ما امشي كده وراكي في البلاج العيال يتلموا ورايا وزقزوا الستة اهو زقزوا الستة اهو زقزوا. يا نهار زي بعضه. انا على اخر الزمن هبقى زقزوق. وست هاني بتلم عيد مفيش لزوم للرفع. خلينا اما امن احسن. يا اللي كنا بنخبي لك بنطلونك اللي كل ايه مرقع يعني ومال مش عيب. شحات ايوه فقير ايوه مش لاقي البس ايوه لكن زقزوق لا زقزوق لا. نعم معكره دمك قلب ملخبطه مزاجك خالص مش مخلصك. ينزلوا من قيمتك ويقولوا عليك زقزوق شريفه هانم. يا ست هانم يمكن ذكرت حلو يمكن عنوانه بالوجه ظريف قوي
لكن انا مانيش عاوز العنوان الحلو ده، بالعربي بنكسف منه. بدي افهم انت اخر ما كنت تحلم بيه تكون زقزوق مين؟ بياع البرتقال؟ بياع الذره؟ زقزوق غساله مثلا؟ مش لازم زقزوق خالص، انا مش لازم زقزوق بالكليه، كيف زقزوق دي بتعصبني يا اخواتي، بتقلب دمي. يا حرام، يا راموز يعني سبت العبال، سبت العبال، يعني على حد يعني على حد، وتتجننوا ليه؟ تتجننوا علشان ايه؟ هو ما فيش غيري، هي ايه اللي زقزيق؟ حرام عليكم بقى اعتقوني، خمس اشهر دلوقتي اتناهد اتناهد اتناهد، ايه منفاخ ده؟ قلبي ضعف، صدري اتطبق اهو، ونبقى نلحقوا نشوف حد غيري بقى، شوف حد غيري. حد غيرك؟ طيب حاتر، هنشوف حد غيرك، ما تزعلش. ايوه تكسبوا فيا ثواب، انا دوب ثواب لله. خلاص خلاص حضرتك. الله يريح قلبكم يا سلام. ما دام حاجه تعبان. تعباني ما عندكيش، ربنا يريح قلبكم يا سلام. الحمد لله، انا ما اتاخرش في اي مصيبه ثانيه. اي خدمه ثانيه مفيش مانع. انما النمره الكبيره دي بلاش، طيب بلاش. مفهوم مفهوم، احنا بقى رايحين نكلم الباشا عشان يدور له على مدير جورنال جديد. ايه ده ايه ده ايه؟ مدير جورنال ما بيدور؟ ما هو موجود. خليه يدور على مدير غرام. ايه ده انت فاكر كده؟ اتاريك ما تنمرض. لا 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 صح النوم، يا الاثنين مع بعض يا تتفضل بقى على الشارع. ومع ذلك انت حطول الشارع، انت باذن الله طالع من هنا بحديد. حديد يعني ايه؟ يا نصاب يا خطاف يا لص يا حرامي. عيب انتهان. اخر راس. يا مشفوه يا مجرم، داخل البيت طالب وظيفة تنصب وتدقي بكل بجاحة على انك ابن عمتي. ها؟ نعم، ده انا وديكم في داهية، وانا حاسبكم انا ارفع عليكم قضية. امشي القضية تاخد اجلك. مجوهراتي تسرق مجوهراتي يا حرامي. مجوهراتك في التهانم، اسلام معاني دي بقول لكم اهو، مفيش لزوم، انا دمي هيتحرق. ده هيتحرق دمك زي ما حرقت دمنا. انا هوريك يا زقزوق يا بتاع الصبراوي، معانك في النمرة الكبيرة، اتفضل روح بره نفسك. انتوا بتعملوا ايه؟ فوضى؟ كرة جرس؟ هاتوا الحرامي خدوا الحرامي. اربع خدامين شافوك وانت بتعافر في الدولاب. اوديهم في داهية البسهم ست اشهر. انا ذاتي شفتك وانت بتنط من الشباك. اوديكي معاهم في داهية البسك ثمان اشهر. شباك شباك بتاع ايه؟ شباك اياه اللي عدينينا. دينا ايه ده؟ كله كذب كله افترى. انا مرات واحد باشا ابويا وزير مفوض، ما كذبش ابدا، كلامي مسموع. وانا عدلات هانم جوزي ميرالاي واخويا وكيل مطريه، ما كذبش ابدا، كلامي مسموع. انا وقعت فين يا اخواتي؟ انا وقعت فين؟ انا وقعت فين؟ بكره الصبح السلاسل هتكون في ايديك. وليه بكره؟ الليله يانس هناك، تعالي على التليفون تعالي. طب استنوا بس، صبركم شويه، التليفون هيروح فين بعد ساعه؟ ما فيش غيرها قدامك نص ساعه، شاور عقلك. يلا يا عدلات. يلا يا روحي يا نصاب يا حرامي. انا اللي حرامي، انا اللي نصاب. وبعدين يا اخواتي والعبد يعملوها من جماعه جميل. لا واتصرف انا ازاي دلوقتي؟ افوت البيت وامشي اهرب؟ تزيد عليا الشبهه. طب ما سرقش ما انطفش ليه؟ روح الله يعافينا عليكم، الله ينكد عليكم يا بعده. انا وقعت يا اخواتي وقعت. حرامية سافوني يجيبوا شهود زي ما هم عايزين. سيسير ابو الدهب صرصار، ابوها وزير مفوض، ومع وكيل مديرية. وقعت يا اخواتي وقعت وقعت وقعت. بس انت رغرة بس، بلا سيسي بلا ميسي بلا كلام فارغ. خلي عندكم دم، خلي عندكم ضمير. بسلوني بقى، عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ تفرق لك يا جنان؟ بتصمت فيا ازاي؟ رب العالمين، من الغلب اللي شايفه في بيتكم، من المرار اللي بقى فيه اشكال وهلوات. يا رب ليه بس؟ انا عملت ليه؟ عملت ايه عشان الاذيه بتاعتهم؟ انا عملت ايه بس؟ طب خلاص ما تزعلش، كل انا بعتك هديه. هديه؟ يسكر. هديه؟ ناس ما عندهمش دم، ناس بتوع مقالب،
والمصيبة كبار مش صغيرين. بتضحكي؟ انتي نفسك تضحكي؟ حزار ده؟ يا سلام فصل مسلي قوي. ايه الظرف ده كله؟ ايه خفه الدم دي؟ ايه الظرف ده؟ ايه انا دلوقتي هزاري بقى تقيل على قلبك خالص. لا يصير بيه ابو الدهب صاحب العزه مزاجه ما يستحملش. في ستات كتير يلطفوه يمزجوه، اما بنانا دلوقتي حاجه ما تناسبش البيت. اعملي معروف، اكتفي شرتي، ابعدي عني دلوقتي. انا كفران، انا طائع، ابعدوا عني بقى. ده اختيكي على ذنبك. روح يا بيه روح، ما تعملش في نفسك كده، صحتك غاليه. يا سلام على الزمن، يا سلام. لكن الحق مش عليك انت، الحق على ابو فراس. الله يخرب بيت ابو فراس، على يوم ما سمعت بابو فراس. كمان ابو فراس معلوم يحق لك. لازم اعتقدت في نفسك انك حاجه كبيره قوي. تكونش فاهم نفسك انك ذكي، انك نبيل، ان النجاح اللي بيتم على ايديك ده كله راجع مثلا لشطارتك. وما راجع لايه؟ شطارة عمك؟ نباهة خالتك؟ الدفاتر بتاعتكم موجودة عندكم، احسبوا من يوم ما دخلت عندكم ومسكت لكم حالكم السايب، الثروة بتاعتكم زادت 50,000 جنيه ولا لا؟ ها؟ بتوع البورصة، القطن بتاعكم اللي كان هيتباع في البورصة سعره سعر البرسيم، جبت لكم أنا فيه ربح 50,000 جنيه ولا لا؟ ها؟ عمك اللي جابه ما أظنش، خالتك اللي كسبته، ها؟ ها؟ خلاص ولا لسه؟ هجيب لك كوباية مية باردة. القطن اللي حضرتك بتتباهى بيه ده أنا مش عارفة حكايته. ال50,000 جنيه اللي جم دول بنبحتك أنت؟ لا، نزلوا من السما، زرعته في الجنينة ملاليم طرحهم جنيهات. عمي كلفك تبيع القطن يوم 6 في الشهر. حضرتك من دوشة دماغك ولفك أيام مع الستات نسيت ما بعتوش القطن، اتركك كل يوم يمر في البورصة صعود صعود صعود، واليوم اللي حضرتك افتكرت تبيعه البورصة لك لحظك شدت لفوق عمل مكسب 50,000 جنيه. بدي اشوف ايه اللي عملته. ايه اللي عملته؟ ايوه نسيت. لو كنت افتكرته وبعت كان يبقى زي الحال بقى. طب احمار ولا لا؟ ما هو ده اللي هيفرسني، ما هو ده اللي هيجنني. تغلط الغلطه تجيب 50,000 جنيه، والناس يقولوا من شطارتك وانت قلبك مخلوق شفته عين. قلبك ولا قلبك؟ لا انت يا بنتي انت مالك ومالك؟ ايه الاباحه بتاعتك؟ ايه ده؟ انا بتدخل في تسريحه شعرك؟ في تفصيله فساتينك؟ ايه ده؟ ورايا 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 بس يا بنتي سيبيني. الله اختشي. مالك انت ومالي؟ ها؟ مالك انت ومالك؟ مالي ومالك؟ يا اخواتي على بني ادم يا اخواتي. الله يرحم الايام، انا موت بالنكد، انا لازم يحصل لي كده كده كده. ولما حضرتك اتشعلقت لفوق بقيت كده كده كده، مالي ومالك مش كده؟ انا انت يا بنت هتعيطيني ولا ايه؟ كل ما تشوفيني تفكريني بالايام الماضيه يعني. ما تنسوا بقى الحاجات دي بقى، ما تنسوا بقى. ايه قوه الذاكره النيله بتاعتك؟ ايه حاسه يعني؟ بس على الاقل تفتكر ان الفضل ليا انا. والله احترت بالفضل عم انتوا وزعوها اشكال والوان، انتي ولا خالك ولا عمك ولا ابو فراس؟ اللي عرفك بقى ابو فراس انا. خلاص تبقي سلاله. كل انسان في الدنيا محتاج لسلاله. واحد ماشي في الشارع عاوز يطلع فوق السطوع، ايه ينط؟ يطير؟ ما يقدرش. لازم سلام. انت سلام. سلام بقى. سلام.
لا ألمه برضه. دلالي مش هذا لله يعني رخام ملون، سلالم قطيف برضه، سلالم شعرها حلو، لكن برضه سلالم يا اختي سلالم. ايوه تنمرة بتفرعن، مين يحوشك مين يحوش حظك، بالك انت لو رميت روحك من سابع دور تنزل على الحيفه ومخدات ومراتب وبدل ايدك تنكسر ايدك تحتك لمحفظه بخاتم برلان بحاجه بخت. بس يا خسارة كنت بفكر وانا بساعدك اني بعمل جميل في انسان عنده احساس يستحق المساعدة، لكن مع الاسف رمي طلع في غير محل. تخشي بقى تخشي على دمك، ما يصحش الكلام الفارغ ده. انا من الصبح مستحمل منك كلام زي الدبش، عمالة تشتميني وتهزئيني وانا ساكت مش عاوز اتكلم، لكن انا عاوز انفجر لما تهينيني وتجرحي احساسي. قولي عليا ما عنديش كرامه وشعور. شعورك يا بيه اني كنت داخل تسحب وظيفه كاتب بثلاثه جنيه، لقيت عائله كريمه ساعدتك ووصلتك في مركز ما كنتش تحلم بيه، يكون جزاءها منك تخلي الناس تتكلم عنها اشكال والوان. شعورك يا بيه. ما هو ده اللي مجنني، هو ده اللي معرفني. حد يصدق كلام ده؟ مين كان يقول الحكايه دي؟ انا تيسير ابو الذهب صاحب المبادئ الحلوه طول عمري انزل للدرجه السافله دي؟ تستحيل، مش بكيفي والله العظيم مش بكيفي. ورطوني يا هم اللي ورطوني وضحكوا عليا. هو الفار لما يخش المصيده بيخش بمزاجه، بيخش بحريته، بيحط له جوه المصيده فتفوت الجبنه قد كده، هم حطوني جوه المصيده صينيه بقلاوه قد كده. وانا اياميها كنت شحات، كنت جعان، كنت ديني بتلقف على الطعميه البيته، والله ما عندكيش فكره عن اللي جرالي. ظلموني هم اللي ورطوني. انت قلق برع الحياه خالص. ابدا والله. انت كشفت وشك خالص قدام الناس. ابدا والله، كلكم فاهمين غلط. ورطوني بقول لك ورطوني. الحكايه هم جابوني هنا علشان انا لازم اقول لك. انا اول ما جيت عرضوا علي انهم ايه؟ انت عارفه ان انا ايه؟ ما اقدرش اتكلم. المصيبه مش قادر اتكلم. انا لو تعرفي الحاله اللي انا فيها تعيطي عليا، تصوتي تتشنشيني تعددي، انا في كرب ولا حدش دهري بيا، وتقولي يا ابو فراس. ابو فراس الله يخرب بيت ابو فراس. ابو فراس ده لعنة، ده أزيد. ابو فراس الله يخرب بيتك يا ابو فراس. ست يا من فضلك خذي خاطري. اخرجي امس عليك. انا زقزوق برضو، انا زقزوق. اذا كان ما فيش حقيقه للكلام ده انت شبه عن نفسك. ما اقدرش. ايه حد يمنعك تتجوز مثلا؟ يتجوز انت دلوقتي في مركز كويس، اي بيه يناسبك، اي باشا يديلك بنته، بنت اخوه. والنمره كبيره. نمره كبيره ايه؟ لوتريه؟ يا اختي لوتريه، انما جامده قوي. يا نسحبها احنا يا تسحبها ايه؟ على كل حاجة زي الشيخ، انا اتمنى يجي اليوم اللي تصحى فيه وزير. لاني يا تيسير فاشيه وتزير. تشرفنا.
انا بسمع كتير عنك، عن عادتك اللطيفة، عن اسيتك المستملحة، بعرضين من مقالاتك الرنانة الطنانة. انت 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 نعمة، انت موهوب، ده انت نعمة على البلد. ليه كراسي هاي تفضل فراي فكرت بيلعب اهو. عبد المنصف كمال بيه. هي مكتوبه ايه بالحبر الاحمر؟ غالي متيسر جدا. دي مش مكتوبه. اكتبوا ليه كده؟ لان الكارت فاضي، كان في مكان يسعها قوي. لا لا لا، مش من عادتي ابدا يا تيسير بيه، انا احب التواضع. انا يا تيسير بيه يا ابو الذهب جاي حضرتك في مساله كده، في مساله جوهريه. اتفضل. والله يا والله يا ايوه، التواصل اليومين دول جميل جدا، منعش للغايه. كويس كويس، ما قلناش حاجه، بس يعني افتكر حكايه الطقس دي مش جوهريه للدرجه. لا لا لا، اسمك ايه؟ والله يا اتعشى عند الحاج. لا دي مشكلة صحيح. طب تتعشى يا اخي، انا داخل ايه؟ انت مش ملاحظ حضرتك انها سلمت عليا ببرود؟ مين هي دي؟ الآنسة بنانا بحجة باشا، ما انا جاي اكلمك علشانها. طب قول كده بالصوت. نعم. حضرتك عارف ان الهانم حرم سعاده الباشا نزل في الاوضه نمره 54. ايوه اظن كده بقى. والآنسة المهذبه بنانا بحجة باشا نزل في الاوضه نمره 55. امال سعادتك رخرخت كده؟ اصل الرقم حلو. تصور خمسه كده وخمسه كده. يعني كحكه كده وكحكه كده. انت كله عندك اكل، كباب وكحك وسميد وبيض. استنى بس، اسمك ايه؟ ما انا مستنى اهو. الاوضه نمره 56 لاوضتي انا. المصيبه اصلها كلها جت من حمام. حمام؟ فهمت دلوقتي الحكايه. انت حميت جلابك، خدت الدش سخن، وانت خارج خدت هوا. هو ايه؟ لا 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 يا اسمك ايه، استنى شوية. اتفضل. في ظهر الأوضة 55
الباب الاوضه 56 بتاعتي، الحمام بتاع الاوضه 55، يعني لازق في الحيط كده، ما يفرقناش عن بعض الا الحيطه. لعنه الله على الحيطه. وجاي دلوقتي جنابك عشان انا اهد الحيطه يعني؟ لا 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 يا سفين لا. كل يوم الصبح كده حوالي الساعه 9 صباحا اسمع حنفيه بتتفتح وميه نازله تر تر تر. وبعدين تسكت الميه وعنها يا تيسير بيه، وجوز شباشب كده يرنوا على الارض. وبعدين قلب يرن وياه، اصبح حاجه كده بتصعبط في الميه، عدو خيالي يسرح يفوت قدام عينيا صور عجيبه، رجل نعمه تنزل في الميه ورجل تانيه زيها، وايدين كده تمشي في حرف البن، وجسمي يتزحلق جوه الميه. مالا بيه مالا. تيسير بيه؟ نعم. أرجوك يا تيسير بيه ما تأخذنيش. أصل وفي أحسن من كده أبدا؟ أنا أمي يا تيسير بيه، أنا مقصدي شريف، أنا جاي بدي أجوز أنسة بنانة. البني يا أخويا مجنني، صوت المية بيفديني، ريحة الكلية مملي علي الدنيا. بنانة 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 بنانة، أتجوز بنانة. والله متهيألي سيادتك عاوز تجوز البانيو. مع ذلك يعني لاحظ سيادتك، انا وكيل هنا عن الدايره بتاعت البلد، ايوه وكيل عن الجريده بتاعته، ايوه، لكن عن بنت اخوه لا، عن بنانه لا. ها ما هم قالوا لي جسر النصر، فانا جسر النصر. نبض ايوه ما قلناش حاجه، لكن انت في مسائل زي دي تروح للعصب طوالي. أعجبها يعني أخش مزاجها. مالله تعجبها جدا وانت واحد، ده انت عليك كل شرط في عين وعين، تخرب بيوت او الناس دي، وعليك كل فتح كيف تمشي فيه تغز في الحضر. أمين والله يا تيسير بيه زي ما قالوا لي. لا. قولي بقى يا تيسير بيه، عمها ده أوصله إزاي؟ أنا أجيت النغنغة جدا، أنا راجل مقتدر، أنا أحتكم على 300,000 جنيه. حلو خلاص، يبقى السكة في إيدك أنت يا أستاذ. طب وريها لي في عرضك، أبص في إيدك. أنا أقول لك. أنت عاوز تتجوز بنانا؟ أيوة والله. كده هو خلاص، سيب الحكايه دي عليا. سيبك اشكرك. اتفضل استريح يا واحده. زمان البس جاي دلوقتي. مصيبه مصيبه كتير يا راح. اثبت شويه. قول هنا. ايوه اني اللي كتب المقال الزفت دي عن المدام بتاجور. مدام بتاجور؟ ايوه عارفها، الست الخليعه دي اللي تمشي كده تقلقل بعينيها يمين وشمال. انا سعاده الباشا كتبت عليها حته مقاله انتقاديه لما هرب بدلها. سهل يا سيدي، بدلك ده انت مش عايز تخرج. تعرف حضرتك انها خليجه الخواجه بشاروش اللي معايا التصوير؟ بشاروش؟ والله ما حدش قال لي ما عنديش فكره سعاده الباشا، ومع ذلك تتداوى تتداوى، نوجد لها لفه برضه. ها دي يا واحده سعاده الباشا، حضرته عبد المنصف كمال بيه جاي يتصرف في عبد الباشا. تعالى وش كده. تشتم واحدة ست ليها صفة في الهيئة الاجتماعية؟ يا سعادة الباشا صبرك بس، خليك حليم. دقيقة واحدة. البي جاي يتعرف بسعادة الباشا عشان حاجة مهمة أوي. أهلا وسهلا. أنا مش فاهم حلالك إزاي بلاش. تضيع مني بسبوس ذهب زي ده إزاي؟ إزاي؟ يا سعادة الباشا في بسبوس تاني أهو. بسبوس إيه يا أحمد إيمان؟ أوكي جابر. سيبنا قد بالشغل ولا بوظ البنية ده معروفة. يا سعادة الباشا سعادته معجب جدا بمشروعات سعادتك، ويحب كده تسمح له يساهم في مشروع الجريدة بتاعتنا ب 60,000 جنيه. مين؟ حضرته؟ أهلا وسهلا.
ايوه يا سعاده الباشا. ايه يا مش كتير يا احمد كيف؟ اسكت انت بس. ولا بوظ البني وزي ما معروف خلي بالك. ومستعد كمان يا سعاده الباشا يساهم في مشروع الملاحات الكهربائيه بحسب 70 80 90 الف جنيه. مين؟ سعادته؟ اهلا وسهلا. قلت بقى. اهلا وسهلا. ايوه جدع. انا عبد المنصف كمال بيه. عضو شرف جمعية الرفق بالحيوان. ومستعد كمان يا سعادة الباشا. بس بقى ما فيش تعديل كفاية. مستعد كمان يساهم في الهانم الصغيرة. يساهم؟ يتجوزها يعني. اذا سمح سعادة الباشا. انا راجل مقتدر. ايوه مقتدر بكل تواضع صاحب 300 الف جنيه وزيادة. اهلا وسهلا حصل لنا الشروط. انا والله مبدئيا ما عنديش مانع. انما يصح ادي لك الجواب بعد شوية. تقدر حضرتك تنتظر في الصالون الجواني. في عندك جرايد مجلات راديو. في عندك كمان مجلة سمير. ميرسي تيسير بيه. لا. انا مانيش عارف اعمل فيك ايه النهاردة. ليه بس يا ليه حد في الدنيا يعمل كده؟ ليش تمسكت لها صفة في العيلة الاجتماعية؟ ما يا سعادة الباشا اصبحت ست كده ضحكها سايب ومرافقها رايخة والجورنال قدام حاجة زي ده بيأدي الواجب. وكويس لما حضرتك أديت الواجب وضيعت مني 4 مليون جنيه يا مرسي. يا خسارة أمالي في الموضوع ده كلها راحت هدر. بس يا سعادة الباشا شوية روقان. شد دول. أنا بدي أفهم. إيه العلاقة بين التصويت وبين الشكل؟ ها سيدي الخواجة الأولى بشاروش لما وصل مصر هنا ومعايا التصويت لبيع أراضي شرق الأردن الشركات كلها شمت خبر. كل شركة منهم بعتت مندوبة علشان يكون في رجلين بشاروش عشان يلحق يخطف التصويت قبل غيره. كويس. شركة ملعونة أمريكانية فهمت إن صاحب ده بشاروش ده منخنخ وضعيف الإرادة قدام جمال الستات. انتدبت عنها خنصار مصري عايش في مصر هنا بيلعب بالبيضة والحذر اسمه بيت هاجور. بيت هاجور ده متجوز بنت الشنك العينين الجن الأزرق. هي اللي ركنت جوزها وتعهدت انها تجيب له تصوير. بقالها شهر نازله مع بيتاجور ده هنا هو مع بشاروش هنا في الكازينو دورت دماغه مطلها التصوير في امان الله وجاي جوزها ده اللي اسمه بيتاجور بكره علشان يستلم منه التصوير. اذا يا سعاده الباشا الحكايه محصله بعضها وختمناها ولا مدحناها؟ ما التصوير رايح رايح. انا مش في كده انا في بهدلتي. انا دخلت عند الراجل خواجه بشاروش ده الراجل قابلني بكل احترام الست حيتني بكل ظرف لسه بقدم لهم نفسي وبقى صاحب جريد كذا وبص الاقي صاحبتنا مرات البلط دي انطلقت بالعرب الحياني يلي ويلي ويلي. انا اروح فيكم في داهيه انا اضرب مدير الجريده بتاعتكم بالرصاص يا نهار اسود. واتي اعوذ بالله مفيش حاجه دلوقتي تتم ابدا الا على ايد واحده ست. قول لي يا سيدي. نعم يا باشا. ما عندكش كده كتكوته عصفوره نقدر نزقها في تقفيص البشاروش تلقط التصويت قبل ما تفيق؟ والله يا سعاده الباشا انا عندي 2 هوانم يمثلوا عبدين الازرق. خلاص هاتهم. لا ما ينفعوش ما يصحش القرايب من بعيد. تيسير يا نعم هات لي التصويت وانا اعمل ابوك اعملك ابني مدى الحياه. شغل دولاب مخك انا عارفه. حرك رفوف نبهتك انا فاهمهم. تقدر لو قدرت تجيب التصويت ده يا تيسير شيك ب5000 جنيه وابني طول حياتك. هحاول يا باشا هحاول. حاول ازاي؟ بحق انا ما جانيش تليفون. لا يا سعاده الباشا. طيب البيان بتاع الحزب كتبتهولي؟ ما جاهز اهو من الصبح كاتبينه. هاتهولي بره علشان نقعد نبلغ لهم حتى ولو بالتليفون. طيب يا سعاده الباشا. هو فين؟ هنا في استخبى؟ انا لازم اجيبه من تحت الارض، انا لازم اوريه مقامه. استريحي. هو فاهم ايه؟ يا اللي ادب ويكتب من الناس ولا فيك حساب؟ ده انا اوريه، ده انا هكتبه الكلب ده. أظن فاهم إن كل الطير اللي يستاكل لحم. لا يا مريم نو نوم يا زوني نو. أيوه يا مدام هو في الحقيقة زاد خالص. مين يستحمل كده؟ ده الكلام يفور الدم. أنا في محل حضرتك ما تسكتش عن النيابة. أنا ما عرفت النيابة. أنا عرفت وضع الحباب عينيه. إيدي اتدمرت رقبته واتحرك فيه عشان النيابة. لا يا مريم نو نوم يا زوني نو. الكبير الباشا يطرده ويرميه بره. انا اللي حرم جدته تحت رجلي. ارسول بدي اشرب من دمه. شوف شوف المرم ده يكتب عليا ايه. اقرا
عقربة في الغرفة 32. ايوه عقربة، انا عقربة. اما كنت ابقى صحيح عقربة وانضعه الصراصير ودان النكسة، فاني اظن حاجة افراد ده يمنع الزبالة اللي بيكتبها. اغمزه بقرشين اعزمه يتعشى. لا يا ضرر النور نبني دوني نور معاك العقل. اهو جاي سد حيلك بقى وريني يهمك. ايوه ايوه ايه بيت بيتي نعم حيث المدام عايزة تتصرف في مقابلة سعادتك. مدام مين دي؟ ايه عايزة ايه؟ معرفت والله ما سألتهاش. طب كيف شغلك يا هلو؟ حاضر حاضر. الجوار يا مدام. انت مدير الجريدة؟ ايوه. وانت نمرة 32؟ ايوه العقربة. يرفعي مدد. تربيت في معهد خاص. اتربيت في قسم الحشرات اللي في حديقة الحيوان. البشروش على اليمين والحرباء على الشمال ووحيد الارض الجنوب. يظهر انك قليل الادب، مش بس في مقالاتك، بألفاظك وشكلك في منظرك وتحنتك. يا ترسو يا فرسو. والظاهر ان انت مش عقربة في نمرة 32 بس. 32 و54 و144 و170 يا مسنية يا مدام ابو شبل. لا هذا انا هكسر دماغك. خش انا هحطك تحت رجلي وفي عصري. نزل روح خلاص. والنبي نعم هتعوجيني الهبوط. مش عارف اعمل كده. اتفضل. وانا اهتم اظن بالصحافات اللي بتدلوها على الورق. الكلب يقدر يهوي عن النجوم في الساحات. لا يا برنج نور يا برنج نور. لا يزرني نو نو يا جوني نو. الله ازاي الكلام ده؟ تبقى هي مفيش غيرها. عزيزة قلت ادب. ادب ايه والله؟ عزيزة عزيزة ايوه عزيزة. مفيش غيرك اللي يتكلم بالطريقة دي. عزيزة عزيزة كلابر. عزيزة القرد. قرد قرد ايه يا ورادان؟ اطلعي بقى هتعمليهم عليها نواخر. عزيزة جون شيخ احمد الشام المنصورة سنة 1947 و46 و45 من اول 41. قولها عزيزة بتاعت انا حيث بس عزيزة. انت كنت بتحضرني يا دارلينج. انا كنت بحضرك. ده انا كنت غاويكي بشاك. كنت غاوي فقر بعد عافيه. ده انت كنت تيجي المنصورة مع الفرقة النيلة بتاعتك. اقفلي ده انا في اول خطوة اقفلك على الواحدة. عزيزة مش مكاني هناك ولا ايه؟ عبد العظيم ده الشنبراوي. عبد العظيم يا عبد العظيم. مش انا. مش انا. دوك هماس خسارة. انا كنت بشتغل عنده كاتب بسيط. ايوه فاكرك يا بوبي يا بيبي. انت انت تيسير. جابت من ايه يا حته؟ تيسير ابو ابو سنة ما تقولهاش. تيسير ابو ابو سنان. سنان ايه يا بنتي؟ ابو سنان ذهب. لا ذهب من غير سنان. ازيك يا دارلي؟ ازيك يا عزيزة؟ عزيزه ذاك عزيزه. ازيك يا حوالي؟ ازيك يا دارلينج؟ يا سلام على الظروف. شوف الصدف وانا جايبه لك ميه نار اطلفط بيها وشك. اقص عليك اقص عليك وعلى اصلك. ايه اللي عمل فيك كده؟ انت كنت زمان لا بلاش تربيخ بقى هنفتق لبعض ولا ايه؟ مش يا اختي انا وانت كل زمان. ايه اللي صلحك كده؟ ابي فراس. ابي فراس ده ايه بقى؟ ابو فراس فيلسوف انما الظاهر كان جعان شحات بيحل على الجماعه الشحاتين في الزمان. وانت يا بنت قولي لي قولي لي احكي لي يا بنت اللي الوازك وصنفرت كده. لا انا مش اتجوزت جوازة علاوي قوي. حبيني واحد سمسار هايل. ايوه عندي فكره. السمسار اللي ابن المنصر
المنطي. ايوه انت تعرف جوز الفواجه بتاجون؟ لا ما اعرفوش، لكن سمعت حكايه كده لسه دلوقتي حالا عجبتني. يا بنتي ضحكتي على خواجه بشاروش؟ ها لهفت منه التفويض. ايوه وجاي جوزي بكره يستلمه، مامتي جاهز. حلال عليك الجهود. تعرف يا تيسير ان انا ابتديت ازهق من عشقي. يعني جوزك معرف المصروف عليكي ولا ايه؟ لا ابدا، فلوس ايه سيبك، كنت زمان بحلم بالفلوس، مفيش فايده من الفلوس. ايوه الزهية في الفلوس في ايامها العزله. فين الفقر الجميل؟ فين الجوع المغذي؟ فين التشرد الخيالي؟ فين الجرسون اللي كان يجري ورا الواحد شهرين ثلاثة تحت بيت الحساب؟ فين صاحب البيت الظريف اللي يطلع بالشوبة ويرمي العجز عشان أجر شهرين متأخرين؟ إحلام نعيم سعادة رجح شد شعر لكاكين أيام حلوة فيه كان فيها كل بصحة وبصحة. ما تفكرنيش، ما تصحيش أحلامي. تيسير إحنا زي ما كنا واخدين بالنا من بعض في الأيام اللذيذة، في الأيام الذهبية. لا أنت هتفرحي ليا ولا إيه؟ ذهبية إيه؟ أعوذ بالله. كانت أيام صفيحية نيلة مصفية. يا سلام، يا سلام قد إيه أنا مبسوطة إني شفتك يا تجار الجوع والمرمطة والسحاتة. الله يحفظك، بنت أصلة العصر. وأنا قد إيه فرحان إني شفتك يا تذكار الفلك وأعقاب السجاير. أحلام يا رب تسعدها. كابوس، اللهم احفظنا بقى، اللهم احفظنا. أنا كنت بحب عصور بيه أبو نص مناخير عشان ال 300 فدان بتوعه. ليه ما حبيتكش أنت ليه؟ 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 أنا عارف. لا بس أنت وشك ما كانش حلو بالشكل ده. ها؟ لا والله مش هو هو ده، حتى وحشيت شويه. هي بس جيوبي اللي كان منظرها مش ظريف. تيسير انا ما بديش اكمل حياتي بالشكل ده. تيسير انت فاضي؟ والله ورايا كام مشوار هروح للمزين. لا قصدي فاضي حياتك يعني؟ تيسير تعالى نفتقر سوا يا تيسير، نفتقر. لا نفتقر لا ايه؟ نو يا جوني نو، نو يا دارلينج نو. نتغدى بقرش تعريفة، نتشارك في تجارة واحدة، تنشير وحياتك. لا بنت تنسى الفلك. لا 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 يا الله يا سامي يا ملاكي. يا خاضر خاضر بشاروش. بشاروش؟ منيح يا مدر منيح. هيده القصة الرهيبة الدامية والمأساة المروعة اللي كنت بتفهميني اياه. حضرتك جاية لهون تتعوض في مدير الجريدة برصاص المركينة ولا تتبوز فيها الزلمة بشفايف سمي؟ لا من فضلك يا خواجة نقول. شو نقول يا وشو عموري يا مدام عربي مثل ما سماك يا حضرة المحرم؟ لا عندك انت بتفكر في ايه؟ بتظن في ايه؟ فهمني. شو بدك بيخش ظني من هالمنظر المحتشم؟ شو بدك حتنتج من المعاني الجليل الشريفة من شخصين بخلوة بيقبلوا بعضيهم؟ لا من فضلك ده كتير كتير قوي. انت فهموا مين؟ انا مدام بيتاجور يا خواجة بشاروش. ايوه ايوه بس بس خواجة بيتاجور؟ اهي بتقول لك اهو جوز حضرتك. امال مراتها؟ امال يعني فاكروا مين؟ امال فاكروا مين يعني؟ ها الله يخرب بيت الشيطان، ما بعرف الله وين اودي وجهي من هالغلطه الفاضحه المعيبه. بكره جيك يا متين غض النظر عن هالصدمه الاليمه اللي شرف جمالي. لا ما انت معذور، ما سبقلكش شفت جوزي قبل كده. ايه 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 يا جناب الخواجه بيتاجور، العشم في مكارم اخلاقك سامحني. لا ما كان لي الشرف بالتعرف على حضرتك. لا ولكن واحد ما ينفعش يلبخ كده. ايه الواحد قبل ما يتخانق يشوف ايه كان جوزها ولا مش جوزها. ايه 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 ليه كويس تتكلم دلوقتي؟ ايه واحده بتموت جوزها هتقول لها لا؟ ايه هو ده اللي ناقص كمان. انا محسن اللي فاهم قصدك ومقدر بوقت ذاته انك توثق حسنيتي، فيما كان المنظور وصول جنابك في اليوم الثاني منه اليوم. ايوه صحيح، انت كان معاك وصولك بكره مش النهارده. اه والله اصل كنت حصل بكره كان هرضيك النهارده وخلاص. بعن واحد يا شباب الخواجه بتجور، بهني شبابك بسلامه الوصول
وبنتهز هالفرصة الجميلة لقدم لشخصك الكريم بكل احترام التفويض تبع مبيع اراضي شرق الارض. تفويض؟ ايه؟ تفويض؟ ده كتير يا ابو فراس، ده كتير قوي. بس استلفت نظر جنابك لشي نقطة مهمة. استلفت يا اخويا، استلفت. انا لعلمي ان جنابك منتوب عن شركة اجنبية، ما بعرف شو اسمها، خطر بعقلاتي اترك لك كانت اسم الشركة خالي تتوضا وحضرتك معرفتك. يا سلام يا حلو يا هيا، اعمل فيك يا ابو فراس حلو. واحنا ولا تنسى ان جانب عظيم من هالصفحة العظيمة يرجع مرجعه للمدام طبعك والظريف املاءاتك وحتى المعاملات. معلوم ده واجد، حسن استقبال. والنبي ابوسك يا حاج، تعالى ابوسك يا حاج، تعالى ابوسك. للمرة الأخيرة بكرني اعتذارك. العفو العفو، خاطركم مع ألف سلامة. تسلم، شرفت وأنست. يا رب احفظي معاليكي، خليك تعسى معانا. والنبي والنبي يا حلوة انت وقدامي، والنبي يا حلوة انت وقدامي. ابو فراس، ابو فراس، ايدك يا ابو فراس. ازاي يا فاتن من ده اللي فاكره جوزي؟ ايوه جمره حلوه. هاتي 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 هاتي. طب وده اطلبي عينيا، تيجي عينيا، اطلبي روحي، اطلبي قلبي. انت جننت. ايوه اتجننت. والله اتجننت. ايوه اتجننت. تفويض وما تجننتش. طب وجوزي؟ جوزي عمره ايه؟ انا مالي ومال جوزي؟ اتفضل جوزي، قولي له زي ما انت عايزه. اسمعي يا بتاتي، اسمعي، ماليش دعوه بوسط ولا غيره، انا مش فاضي. احتفالا بالمناسبة السعيدة دي وبأيام الفقر بتاع زمان. ايوه وقفي وقفي، لازم ندرمغها النهارده. يلا يلا وقفي، صندوق وقفي، يلا انا حبك واحد. مين دي؟ واحدة داخلة تقتله وخارجت بتبوسه. ما شاء الله
لسه يا ما نشوف بنتي تيسير بتاعك. قالوا مش لاقي حد يلمه. يا جماعه مش كده، سيبوا الموضوع ده بقى، واحد دماغه مقلوبه فيها الف مشغوليه. انا هقعد هنا احضر البيان بتاع الحج. اول ما يجيني، اول ما يجي تيسير يبعثه لي. عادل هنبعثه لك ظريفة، اهي دي فرصة قدامنا. الباشا هنا هيسمع كل حاجة. ايه فكرة النمرة الكبيرة والنبي هيلاقي جزور احسن منك. اول ما يخش تيسير عليك دي وخلص ينتهي. انا داخلة يا ظريفة، هخش استريح شوية. طيب. انا حبك هو احب اللي يحبك. انت انا حبك هو احب اللي يحبك. انت انا يلا استعد. استعد على ايه؟ اشتغل. اشتغل ايه؟ النمره كبيره. اولا بطلنا خلاص. انا حبك هو احب. اسمع الكلام واشتغل. لا انت هتسمع كلام ومش هتشتغل. بعدين هوديك في داهيه. هوديك في 150 داهيه. ايه ده هيرفع عليك يا بيه نازل ايدك؟ تبقى الشغل ده يا بيه ده. ايه تمسك لي بنساعي؟ مش عايز هتشتغل ولا تعوض؟ هتشتغل اهو. يا غزال. يا غزال. فكروا حاجة غير غزالك ده. حاضر. يا اهو. يا الله. جاي جاي لسه بس بتحلى شوية. خلاص. يا ضبيان. يا ضبيان. اللي هي غزال بس بالبلد شويه. يا غزال. ايوه. وديتي في دهيه يا غزال. دي القساوه دي يا غزال. حب حب حب. غزال في عينك وظبي في عينك. كلام حب. حاضر كلام حب. قال الاسد للظبي ذات يوم. هتقول كلام حب اول اهو. اول بس عندك يا. لا انا عايز الناحيه دي. يا ابو قول لي رايح على فين. طالع كوبري نازل كوبري ما عرفش ايه. انت تقول ابوك. انا بقول لك كلام غلط. حب 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 بس سكة حديد برضه شويه فيه يعني. ايه مال عينيك حمرا كده؟ انت بتعيط؟ ايوه بعيط. بتعيط على ايه؟ على حبي؟ بعيط على قلبي. على قلبي يا باشا. يا بنت عارف بصي يا باشا بيبا. ما تتعبوش نفسكم، ما فيش فايده. الباشا بعد دقيقه واحده قام على التليفون، بقاله تلت ساعه هناك. يعني طلع كل ده عدى على مسؤول. عملت ايه الوجه اللي انت بتعملت ايه؟ حرام عليكم. كملوا كوبايه ليمونات وساعه بس. هو جاب اتلخلخت كنت هروح ب 60 دهيه. حرام عليكم والناس. حرام عليكم. تعالى هنا رايح فين الباشا رجع تاني يقعد. ما اقعدش ما اقعدش. لا ما اقعدش. ما اقعدش مش هسمع كلامكم تاني مره. نمره كبيره. نمره كبيره. الباشا راجع. مين هستنى يرجع ولا ما يرجعش؟ ما فيش فايده. انا مش تحت ايديكم. خلاص اعتقوني. حرام عليكم اعتقوني. كله منكم انتم الاثنين. وانت كله منك انت اركان حرب ابليس. النمره الكبيره. ما فيش حاجه اسمها نمره كبيره ابدا ابدا. السلام عليكم. زمان رقبته اتقطمت. لا يا اختي ما جراش حاجة. نشنه كويس ونشنته حتى. ابو فرصنا بالعرش يا اختي. منكم سعيد. انا موظف في التوقف السريع دي. مين اللي حدث نهرية من الشباب؟ هو ده. هو ده. لا والله. لا. تحيا الشهامة. تحيا المروءة. تسلم عمرك. تعيش للوطن. وطن. وطن ايه؟ واحد مجرم كان متربص لصاحب العزة اسماعيل بقى قطعية عشان يضربه بالرصاص في اثناء مروره. ما يشعر لو فقد راح يرجع.
انتي سايبوه في الشوط الاولاني. مش بطال في امل انه يخش. وكمان بصي بصي اهو سبع الليل. يا شيخه بلاش جنان، سبع الليل مين ده؟ قص الليل. سيبك سيبك شوفي لنا حاجه تانيه. يا شيخه ما تبقيش عبيطه، ده هو اللي مكسب تيسير 180 جنيه قبل ما يخرج من عندنا. تيسير ده حاجه تانيه، تيسير ماهوش مقياس، تيسير ده اذا جرى معزه في السبق تكسبه، ده زي اللي متحجب. هو احنا من يوم ما طلع من عندنا تيسير كسبنا مره واحده؟ انا متهيالي تيسير ده امه لما ودته ما زورتوش لا سيدي الجلساني ولا سيدي الامام، زورته سيدي البنك الاهلي. ايوه يا عدلان، حاجه زي الحواديت تمام. ده كان هنا مش وكيل، حرز طرصه مباروكه. من يوم ما خرج من عندنا تيسير والباكه ما سابش يوم واحد خير، احذفه بالزهريه عشان تاخد اجله وتطب على ايد مجرم. كان عايزها بالرصاص وتنقص حياتك مع ابو طاقيه. انت عايزه الحقيقه؟ والله يستاهل الجدع ده، لازم اصيل. شوفي احنا جنينا عليه قد ايه، ضيعنا عليه مركزه، سمعناه من الباشا كلام محدش يطيق يسمعه، كل ده ما فتحش بقه، ما دافعش بس عن نفسه، ما همش عليه يفضحنا ويكشف نمرتنا. مسكين ابن حلال يا سيسي. فاكره لما كان يسمع قول السيسي يتعفرت؟ فاكره يا شريفه المحاضره اللي القاها لنا هنا على زقزوق الست؟ الله يرحم ايامك يا تيسير، احنا في الحقيقه كسبنا ذنب الراجل. على ايه يا اختي؟ جت من ساعه بجوازه بثلاث فدات، احنا اللي خسرنا، هو ما خسرش حاجه ابدا ابدا. يا ده خارجه الدنيا ابدا، مش عايزه اخرج تاني ابدا. ايه جرى ايه؟ مالك بس مالك؟ صور دمها ده، يصور دمه زعلها. اللي هو مين؟ البتاع ده اللي كان عندكم وكيل هنا. يو تيسير؟ هو اللي في الصين. انا عليه وعلى عزيمته. وسموكوا عليه شفتوه فين؟ داخلين يا اختي شركه بيع المطبوعات. لقيناه كده واقف في وشنا. هو الزعزوعه بتاعته بنت اسماعيل بيه ابو زر. زر؟ لا اصلها كلها اسماعيل بيه ابو طاقيه. وكانوا بيشتروا ايه هما كمان؟ يا الزر بتاع كده زي الكبه ودمها تقيل كمان. اهي زيه. واقف جنبها زي القرد جنب الغزاله. يا ريحته وغزاله. زرافه 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 دي اختي اللي بنت حالك ومرضى على البيت. وداخله يا اختي تحيرني عشان تبكيني. فقط وانا ابص له وانا اهتم بيه، يبقى مين ده؟ انا زعلانه بس عشان شفته. هو كل اللي زعلها ده شافت وشي. ما هوش وحش. اتنرفزت لما شافت وشي. وطبعا سلم عليه. ما كنتش عايزه اسلم عليا ابدا. لكن كتر خيره طلع مؤدب. بالعكس طلع عليه الادب جدا. قال لي هز ايدي في وسط المحل ويقول لي ازيك يا جمال زي يا دوش. وقال انا يقول لي ازيك يا مدموزيل بانيو. يشوفني بقى طالعه بس عشان تعملوا فستان سواريه. يقول والله لو ده كويس قوي للتنجيد. انا ياخد كل الموظفين اللي حد هات يا ضحك. ونسيت مش انا كربطتك دي عجمي؟ اه فكرتيني والله. قال لي بص لي بص المحل وامسك الكربطه وقول لي اوصف لي محل السكيورتي اللي اشتريت منه الكربطه العجمي. على كل حال قصدي اهزر معاكم. ما تصوريش دمك يا قطه. ما تصوريش دمك يا ساسا. ما تقولوش يا ساسا يا سوسو. ولا يا سوسو يا شيشو ولا يا شيشو. انا اذا محمد الرجاله يا اختي. يا بلا يا اختي. راجل بارد بعد الدم. صور دمها وصور دمنا كمان. ايه
لا خمسة هيجي هنا الأستاذ همت هو المكتوب الثاني. المكتوب الثاني؟ أيوة الوكيل القديم. طيب يا أستاذ؟ ماهوش بيه ولا أفندي ولا حاجة أبدا، شحات طردته من خدمتي. زي الأحوال والله يا سعادة الباشا الأحوال جبت 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 ليه؟ المحصول في الأبطال؟ أسفت أسفت أسفت. في حد عندك عيان؟ هو العيان بيطيب يا سعادة الباشا. موت يعني؟ معلش شجع يا كمال بيه زي حياتك كلنا. لا هو يا أختي خائف من فين البطال ده؟ موت إيه يا سعادة الباشا؟ بقول لك عيان بتقول لي أكتر، هيبقى فيه أكتر إيه من عيان؟ موت؟ الامر مطيع يا سعاده الباشا. الامر مطيع. الطقس اليومين دول جميل قوي في اسكندريه. لا ومنعش. انا مش طاقس، انا في حكايتك. انت حكايتك ايه؟ والله انا حكايتي كده بكل فرحه يا سعاده الباشا. انا والله والله طالع في مخي. اتعشى عندي الحال. لا لا حكي ايه؟ انا زعلان جدا من عيلتي يا سعاده الباشا. انا طعام خالص اصلا مش شايف كده الانسه بنانا، يعني شايفه مغمضه عني. مغمضه ازاي؟ ايوه يعني ما بتعمليش كده زي عريس فرحان بعروسه. طب ما هو الحق عليك انت. الحق عليا في ايه بقى؟ والله سعادة الباشا جيبي ما بيتقفل ابدا. المساله مش مساله جيبك ولا مساله فلوس. امال ايه؟ المساله مساله انك انت ما عندكش اللباقه المطلوبه علشان تحرك قلبك. جنس الستات دول يحبوا تملي الحاجه اللي بتبرق، الحاجه اللي بتلمع، الحاجه اللي يحسوا ان غيرهم هيخطفها يوم هم يلحقوا يخطفوها قبل غيرهم. فهمت فهمت. اغيرها يعني اشغلها شيء من الغيره. ايوه انما بشكل محسوس. الغيره يا كمال بيه ما يصلحش الراجل الا الغيره. قالني انا جربتها. انا ما كنتش اعرف ان انا بحب شريفه مراتي بالشكل ده الا بعد ما اشتغلت معايا الغيره. سعاده الباشا. ايه؟ الاستاذ همت وصل معاه الساعه 5. مبارك بيه بيعتذر سعادتك عشان يمضي عقد الايجار. جاي له حالا. حاضر. الغيره يا كمال بيه عايز تكسب قلبها استعمل لها الغيره. الغيره 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 والله فكره. صحيح الباشا لسه فاهم من النسوان. انت لسه ما روحتش؟ مستني ايه؟ مدمزيل بنانا؟ نعم. من فضلك؟ نعم. انا عندي في مسألة مهمة جدا. نعم. قبل ما نتجوز بعض يعني كده احب اقول لحضرتك بصراحة. نعم. انا طالع في مخي. نتغدى عند الحاج. لا انا طالع في مخي. نعم. أضحك بكل صراحة. بإيه؟ قولي لي، أنت قلبك جامد، أعصابك قوية، تستحمل الثبات والمحاربة. أنت بتقول إيه؟ يا مدموزيل بنانا. نعم. أنا بالعقب الفصيح كده مجلد ستات أشكال وألوان، ملفلفهم مش عواطف. غريبة. أنا ما كنتش بحسبك كده أبداً. أمال بتحسبيني إيه؟ بحسبك خيبة لخمة فشر. ده انا انت غلطانة جنابي. ده انا اخبص راجل على وش الارض. يا سلام. انا حياتي كلها ستات في ستات، محاكم مع ستات، قضايا مع ستات، كله نسوان في نسوان في نسوان. في مجلس اللي بتقوله ده. ثم انا كنت فاهم اني هتجوز راجل محترم. محترم محترم وبتاع نسوان. سكري خباط فلافي. اشكرك اشكرك جدا انك نبهتني. ما هو لازم انور عليك من الاول. حاجه لطيفه خالص. انت بقى دلوقتي يا شاطر تقدر تشوف واحده غيري، اما انا مستحيل مستحيل. يا حبيبتي دي الحكايه قلبت. يا مدموزيل بنانا يا مدموزيل بنانا. انا والله والله بكيف ان انا بقول لك مدموزيل بنانا. ايوه كده.
دلوقتي تميزهم بين الناس وبعضها. كنت فاكرين كله عند العرب صابون، اي حاجة تسد. لا يا منشير، ده تحرير، دي مسؤوليات، ده بعد نظر، تكتيك استراتيجي معلوم. كل ما تروح اللي يملاه راح فين سعادة الباشا؟ دي رايح اديله خبر. عن اذنك. الحمد لله اتفك النعم. من يوم ما بوز القس ده بشرني بالبشرة السودة دي، وانا ما فيش حاجة نفعت في ايدي ابدا. ما كانش منظور الظروف تتدور بالشكل ده. تتشوف تتشوف. هفانه؟ ايوه هفانه، يعني علبه السجاير يا بتوع السجاير بخمسه تعريفه ونجله. حاضر يا بيه. ولدي عبدو اقعد اسمع هنا. ايوه بيه. ودي يا ولد ان شاء الله ما حد حوش جنيه ده على الشرطه. الله ربنا يديمك يا بيه. تعالى يا ولد اخوه ربنا يكتر عينك يا بيه. ولد تعالى معايا سكة كتير راحت فين؟ خد ادي 10 فيها ايه؟ لا لا خليك تتعب 90 سنة كمان يا بيه. لا بس كفاية ما تزودهاش. نور العيون يشغلني. أظن الناس المؤدبين لما يخصهم في محل ويكون فيه حد، من أبسط قواعد الذوق إنهم يقولوا صايدة. الصوت ده جاي منين؟ إيه كده؟ نظرك ضعف لحد كده؟ الأيام فرعنتك بالشكل ده؟ انا خدت بالي اهو يا اشي قاعد على المكتب ذاك اخ. ايه ده غريب اوي، انا شفت الخلقه دي فين قبل كده؟ شفتك في الاوبرا. كلامك مش بتمثل في روايه راسبوتين؟ لا يا شيخ، ايه ضعف الذاكره ده؟ جنابك مش فاكر ابدا شفتني فين؟ هو شفتك شفتك. لا لا تاني كان بشعر. اعذرني يا منشير اعذرني، الواحد عقله دفتر. مشاغل مشاغل مشاغل. تسمح جنابك تفكرني؟ اسمح قوي اسمح جدا، وافكرك كمان باليوم وبالساعه اللي شفتك فيها وبالهدوم القياس. والبنطلون الفانتازي اللي كلها. والسديري ابو برواز زي براويز الاعلانات، ابو زراير نحاس زي بتوع الاسانسيرات. ايوه افتكرت دلوقتي افتكرت. انت فشطوشي برطوشي. فرطوشي هرطوشي. خرطوش فطيح. خرطوش في السجن. خرطوش العاوي بيعمل صغيرين في العيد. بيخص يا محدث يا قليل الادب، انا يكفيني تهزيق لك النهارده اني هتكلم الشغل على حباب يعني. لا اخويا مش هتلحق تستلم يا نحت. والله ما هتلحق يا ابني، 40 سنة كده كده. يا جاهل يا مدعي يا قوطة على الديمقراطية. انت يا خرطوش خردة، يا خرطوش فاضي،
انت انت محصل ربع كاتب ولا نص كاتب ولا فتفوس بالكاتب. بلا وعندا عينيك مطفية فوزك مرهره مناخيرك دبلانة مصطفى. الكلمات دي التعبيرات دي اتعلمتها من مين؟ بدي افهم. علمتها من واحد خوجة وطلع حمار. عايز تتنخر اتلم فوز بس يا ولد خلص اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ همت. اهلا وسهلا. تفضل ارتاح. نعم جاي هنا تعمل ايه؟ وريني وشك علشان ايه؟ انا مش جاي اوري وش لحد ولا فايق اشوف وش حد. وبعت لي جواب من فوجر احضر الاهميه كده ولا لا؟ علشان نخلص من شبكتك. انا كمان عاوز اخلص من شبكة الناس. اهلا اهلا اهلا. سلامات يا استاذ همت. في متسكر بتاع الطباشة. احنا مش احسن نستلم الشغل اوام. بدل ما تعكر دم سعادتك بالمناظر الكريهة. ايوه ايوه ايوه. انا كمان يا اخواتي سدد مناخيري من الصبح عاوز اخد هواء نقي نقي. اقرا استلم منه يا استاذ همة. يلا فين فين سناسه فندي بتاعك؟ سناسه فندي ده ايه؟ كاتب ده ابو وش ضلم. اه ناشف يا فندي. ناشف ده فندي. ناشف ده فندي. ما انتش عارفه. ها نسيت والله. عندك تحت خليه يسلمك. يلا استلم منه. قوم قدام قدام انت. خلي النحس يمر قبل مني. شد اب ربش ربيعه يا قول له يلا يلا يا استاذ همة تستلم منه. يلا الله ما تيجي. ما انا جاي اهو. اه من حق ثاني. انا كنت عايز اقول لسعاده الباشا كلمتين. مش عاوز اسمع منك حاجه ابدا. ايه خلاص. طب اتصرف انا بقى في التفويض اللي معايا. يلا يا سيدي. اذا كنت عاوز تقول حاجه تقدر تتكلم. انا سامع. ما اقدرش اتكلم وانا واقف على حيلي كده. اه اه كده كويس. خليك انت واقف كده يا حاج. خليك واقف. طب انا هتعطي بيك. هات يا ولد. ثانك يو. اسمع يا عبدو. ايوه دي قول يا اخويا اوصل القهوه اللي على الناصيه. قولهم يبعتوا لي واحد سكر على الريحه بن تقيل. يا بارد يا مجرد يا ريم ادب. هات له قهوه يا عبد. حاضر. مش اكرام علشانك انما كل واحد يخش هنا بيشرب قهوه. تقدر تتكلم. انا ما عنديش وقت. تسمح سيجار يا سعد الباشا؟ لا خد بر نفسك. وبعدين يا تسعين قرش الواحد. اخر طب لا خليك تقف جنب الباب يا اخويا. خليك واقف جنب الباب. شوف يا سعد الباشا هما كلمتين اتنين مفيش غيرهم. جيبي تفويض بشروش. بشروش ده ايه؟ تفويضوش ذهب فسفات 4 مليون جنيه. دي 60 ده تفويض عارف دي جزمتي. امضغه بله واشرب ميته. لا انا عندي فكره احسن من كده. بله ونشرب ميته سوا بالميه المثلجه كمان. لا مش عاوز كده. خلاص الواحد عمل واجب. السلام عليكم. يلا يا سيدي. مكلم معك. اذا كان في كلام تقدر تتكلم. كلام ايه يا سعد؟ خلاص خلاص يلا. انا يستحيل ابدا اقبل تفويض منك الا اذا اثبت لي ان الايد اللي بتقدمه لي ايد نظيفه مش لغه سعادتك. هذا سميها تبحيث. تبحيث فشر على ايه؟ 4 مليون جنيه في جسمتي؟ ايه؟ طب نتسلى بيهم احنا. يلا يلا. انت استغليت حسن ظني واظهرت سفاله. لا سفاله مع ايقاف التنفيذ من فضلك. تنفيذ يعني ايه؟
حكاية سرعها يطول، حكاية طويلة. بقى لا تهدموا في قلبك وطلع ولادنا، دي اللي رفضت وحيرة فؤادك. والله كله كذب وكله تمثيل. رد على التليفون يا أستاذ همك. حكاية طويلة عريضة. يعني إيه طويلة عريضة؟ طربوشة. مين أنت بتنسى طربوشك؟ أنت مالك ويا طربوش دلوقتي؟ شوف إيه الحكاية دي يا مسلوك. نعم؟ يا خبر؟ إزاي ده؟ إيه في إيه؟ طيب في إيه؟ اتكلم. قطعة الباشا السنة الكبيرة اللي في العزبة مالها؟ اتحرقت امبارح. اعوذ بالله بقى ايه الاخبار اللي في اللبس دي؟ عارف التليفون تليفون ده ابو فراس يا اخويا ابتدى يشتغل اهو. قولي جمد قلبك يا اكسلانس، لسه الجايات اكثر من رايحات. سرين سوق يا استاذ سرين. انا بتهيألي اضربك بالرصاص. الرصاص يجي فيك انت برضه. روح قول لناشد افندي اتخذ اللازم. روح. شايف ادبك؟ ادبي انا؟ ادبي انا جاب لك هنا 50,000 جنيه حكاية الحب. مع ذلك ده ما دام استعار من ادمي انا. سلام عليكم مدينة. اوه هنا. لا ما تتكلم بادب احنا. اردينا كويس. خس عليك ايه؟ اديله القهوة يا عم. لا ادي ساعات الباشا. اديله القهوة قلت لك اشرب. لا ما صحش ساعات الباشا. ادي ساعات الباشا يا اخي. اشرب. لا لا الادب. ادب؟ انت عندك ادب؟ انت تعرف حاجة عن الادب؟ ايه صح ولا ادب؟ ادي تعالك انت. بس وقت بتلموا مع بعض. بس ايه؟ انا مش عارف سايبك ازاي لغاية دلوقتي وما غلطتش في الرصاص. مش فاهم ليه عشان ايه؟ والله اهو اللي حصل بقى اللي عشان ده. فطرد شوف مصيبة ايه ثانية اللي هتيجي. ايه؟ مصيبة؟ حشر. مصيبة ايه يا سعادة الباشا؟ أنا مش ممكن أحط رجلي ولا في إيدي في حاجة تطلع فيها حاجة حلوة. أبو فراس بيلعب يعني. ألو. أيوة بيت سعادة الباشا. نعم؟ كده؟ ايه مين؟ ها؟ حاضر انا لا ايه كلم سعادتك عندك كام سهم في شركه سكه حديد بلجيكا؟ ليه مالهم نزلوا كام؟ بس قول لي عندك كام سهم؟ 10,000 نزلوا كام؟ 20,000 جنيه. اعوذ بالله والنهارده مفيش خبر ابدا يخر نفسك. 20,000 جنيه لفوق السهم عمل ربح 2 جنيه ادب وحش. السلام عليكم. تعال ايه ده يتشيلك ده يتخليك. اقعد جدع. احنا مش احسن نعجل بالاستلام يا سعادة الباشا؟ ايوه يعني يا بعد 40 سنة وعليك خير. ربنا يديك طول العمر يا اخي. سعادة الباشا انا ما بحبش كتر كلام. التفويض في جيبه اهو. عايزه ايوه لا لا انا اقول لك ايوه ولا لا الا اذا اثبتت لي ان الايد اللي بتقدمه لي ايد نظيفه مش وشه. لا دي نظيفه قوي. غسلها بالصابون شم حتى شم. اخرب انت قليل ادب. والله العظيم ابدا ما حصلش ابدا مني حاجه. دي كانت لعبه يا سعاده الباشا. مجرد لعبه مؤامره شاركنا فيها كده يمين وشمال. يعني ايه مش فاهم؟ ما اقدرش اقول لك دلوقتي يعني ايه. بعدين بحكي لك بعد كده. استنى لما تشوف المصيبة اللي جاية في السكة دي. طيب انت على الرصاص. انت على التليفون يا استاذ هبه. ايوه هرد. الو. انت حصل ده؟ ايه ده؟ في ايه تاني؟ احنا في ايه؟ واحد اسمه زايد افند هنا. ايوه المعاصر بتاع العزبه بقى. اختلف 4,000 جنيه وطفص. اعوذ بالله انت ما تجيبش خبر كويس ابدا. كل اخبارك نحس بنحس بنحس كده. اشتغل يا ابو فرس اشتغل. ابعد. لو لسه ما تحليش يا سعاده الباشا. ده في مصايب لسه جايه في السكه لسه. روح قول لناشد افندي يكلم البوليس هواب. يلا روح. لا
تعال رد على التليفون. هالو هالو. ايوه بيطلع في الباشا. اخ وليه كده بقى؟ ايه بقى؟ يا رب. ايه في ايه؟ بس ما فهم يا باشا، الحكومة هي اللي منعتكم. منعت ايه فهمني؟ اه اكيد. حاضر اقول لك. منعت ايه؟ سعادتك بتبني عمارة جامدة قوي في الجيزة. اه بيرموا الاساس لسه. الحكومة منعت العمال. ومنعتهم ليه؟ دي ارضي. ارضك ايوه ما قلناش حاجة. بس العمال هم بيرموا الاساس لقوا فيها مقابر فرعونية فيها ذهب والمظ وياقوت وكل حاجة. هولتك. سلام عليكم. انت جنسك ايه؟ مغمطيس بكور البخت وياك؟ ايه واخدها مقاوله؟ عامل كونتراتو؟ ايوه كونتراتو لمده 30 سنه قدام. فات منهم 5 اشهر بس. لا والنبي ولا بالله. لا 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 والنبي على استني. لا والله. اسمع يا باشا هسال على حاجه بس راهنين عليها احنا الاثنين سوا. انتوا يعني قلبكوا فاضي كده على طول؟ البغله. بغلة؟ مالها البغلة؟ شريفة بتقول انها بتولد وانا بقول انها ما بتولدش. يا ستي ما بتولدش، ما فيش بغلة في الدنيا ابدا تولد. ها ازاي الحال؟ ايدك بقى. استني استني، ما تولدش ازاي؟ ما تولدش. امال البغلة دي كلها جاية منين؟ يا ستي ما تولدش، ما تولدش الا في حالة واحدة بس، اذا كان الملعون ده عاوزها تولد تولد. تجيب 10 بغلة. اهلا وسهلا. ازيك يا تيسير؟ الحمد لله. هوالي عيني عليك بردة، ده انت زقلطت شوية. ايوه مفيش نمر كبيرة بره يا ست هانف. ولا زقلطش ليه؟ من النهاية من الناس اللي ترف على دماغه ودماغ اللي خلفوه. يستاهل اكتر واكتر يا باشا، انا ما شفتش اصل طيب احسن من كده. اصل ده عنده اصل، ده عديم الاصل. لا يا باشا لا، اذا كان في النهارده سعاده مخيمه في البيت ده وود صحيح ومحبه متصله بيني وبينك، الفضل ده كله راجع لتيسير. اشكرك يا تيسير. عفوا استاذ، انا مانيش فاهم حاجه ابدا. الحكايه كلها كانت كدب في كدب. فاكر ساميه ديترش والتربوز؟ يا عم حرام عليك يا عم، مش عايز اتجوز يا عم، ارحمني يا عم. يا توت جاي تعمل ايه هنا؟ ده جاي تتمحل؟ محدش عايزك، روح للزعزوعة بتاعتك. زعزوعة؟ زعزوعة ايه؟ خطيبتي. حكيم انا مخطوب. متكلمين عليا. انا فيانسي. وانا 30 فيانسي، 50 فيانسي. احنا مش هنعجب الاستلام بقى. انا مش فاهم حاجة. انت صحيح وانت جوزة تيسير؟ بنت اسماعيل بيه حقيقي؟ ابوه طاقية. طاقية؟ هو طاقية لكن هم اصلهم جماعة زواج شوية. بنت اوها تاكية. عروسة تهوس. ذوق ايه؟ اخلاق ايه؟ حلاوة ايه؟ سكر سكر سنطرفي. وانا كمان عريسي شخلعت ايه؟ ريافت ايه؟ عسل. عسل اسود. روح القشره وتحط عليه طحينه وتذوقيه في الزباله. يا باشا سيب التليفون، محدش يمسك التليفون. تعال رد. استعدوا لخبر كويس جدا. طبعا هو الملعون ده يمسك التليفون وما يجيبش خبر كويس. الو. ايوه بيت سعاده الباشا. ايوه ابلغه. ابلغه ايه؟ قول بجد. ايه؟ استنى ايه؟ يا جدع بلاش تغير هنا. ايه ايه في ايه؟ يا خبر يا ابو فراس يا حلو الخبر. حاضر ابلغه. ايه في ايه؟
مبروك يا معالي الوزير. وزير؟ اسم عليك نزل النهارده في تأليف الوزارة الجديدة. انت جنسك ايه؟ جيب لي جنسك ايه؟ قاعد هنا ليه؟ انا هقعد اعمل ايه؟ الهي يا شيخ انا هقعد ارتيش، انا هقعد ارتيش والله عقل. شايف سعاده الباشا؟ شايف ادمي عليك؟ ادمك انت؟ عزير قل لي اكافئك بايه؟ كافئه ببنانه يا باشا، تعالي يا بنانه. بنانه؟ بكل حاجه، اللف والدوران ده مفيش منه فايده. ها وظني انت موافق يا باشا؟ موافق بس على شرط تربطوه جنب التليفون. وانت يا بنانه؟ انا ما احبوش بس عايز اخلي الكلام عني. وانا البنت دي ما اقبلهاش، ما اقبلهاش ابدا ابدا. بس ما يصحش اخالف قرار معالي الوزير. الله، طب وانا؟ انت من عتلكش يا غير. انت استنى بختك.